سارة أبو تويتا وأحوال الطقس. صباح الخير سارة. صباح الخير محمد. صباح الخير جهيدة. يوم شتاء ولا سخانة ولا شمس ولا ربيع ولا خريف؟ شتاء الدنيا راح تتقلب. صباح الخير لكم مشاهدي شروق مورنينغ ويكاند. إذن أجواء ربيعية بامتياز تهم إن شاء الله أو تميز كل أرجاء القطر الجزائري، يعني إن شاء الله هذا حتى البداية هذا الأسبوع أو كل الأسبوع إن شاء الله، يعني اللي حب يخرج مع العطلة الربيعية إذا معدلات مليح اللي راح يحوصوها. إيه أكيد أكيد، يعني لازم. إذن كما قلنا أجواء ربيعية بامتياز إن شاء الله راح تميز كل القطر الجزائري بدون استثناء عدا عبور فقط بعض السحب، يعني راح تكون قليلة جدا جدا على المناطق الساحلية للوطن وعن تطاول للرمال في وسط الصحراء. درجات الحرارة القصوى خلال ظاهرة اليوم بإذن الله راح تكون إن شاء الله في المعدل الفصلي ديالها على هذا حين سجلوا أو راح تتراوح ما بين 18 حتى 20 درجة على معظم المناطق الساحلية للوطن. إذن على مدن الهضاب العليا ننتظر خريطة درجات الحرارة. إذن على مدن الهضاب العليا إذن راح تتراوح ما بين 14 حتى 15 درجة من الشرق حتى الغرب مرورا بالوسط كما حاسي بحبح بالجلفة وحتى الأغواط. عندنا 16 درجة على المناطق الداخلية الشرقية، 19 على كل من تسمسيلة سيدي بالعباس غليزان معسكر وحتى تلمسان. على الأطلس الصحراوي عندنا من 20 حتى 22 درجة كل منطقة الصورة شمال الصحراء وحتى منطقة الواحات كما بير الدر في الواد. أيضا عندنا حاسم سعود ورقلة توقرت وبسكرة، 23 درجة في تبلبلة وحتى تاغيت، 24 على الجنوب الغربي كما على الجنوب الشرقي يعني على كل من إليزي برج الحواس وحتى عين مينا، 26 درجة في جانات، 25 في تمن راست، 26 أيضا إن شاء الله نلقاها من جهة عين مقال وحتى عين صالح، 27 درجة على كل من أولف تمنطيط كرزاز وحتى تميمون وصحراء تنزروفت بولاية أدرار. وأخيرا راح تتراوح إن شاء الله كأعلى مقياس على أقصى الجنوب راح تتراوح ما بين 32 حتى 33 درجة ويمكن حتى 34 درجة على كل ما عند قزام برج باجي مختار تنزواتن وتمياوين. الملاحة والصيد البحري لنا اليوم بإذن الله، البحر دائما أو أيضا حيكون جميل ومستقر يهم كل سواحلنا الجزائرية يعني من مرسى بن مهيدي حتى السواحل القلعة. إذا الرياح تاعو إن شاء الله تكون غربية، ننتظروا أيضا خريطة البحر. إذا الرياح تاعو إن شاء الله تكون غربية إلى شمالية غربية، تقدر إن شاء الله تكون في بعض الأحيان متغيرة الاتجاهات، قوتها ما تتعداش 20 كيلومتر في الساعة على سواحلنا الوسطى كما على سواحلنا يعني يمكن يكون قليل الاضطراب نوعا ما على السواحل الغربية. على هذا تقدر تلحق القوة تاعو إلى 30 كيلومتر في الساعة. إذن أكثر تفاصيل فيما يخص الوضعية الجوية تابعوها معنا بعد قليل، والآن عودة إلى بلاتو مورنينغ. شكرا لك سارة، نلتقيك في مواعيد جوية لاحقة. مشاهدينا اهلا بكم من جديد، وصباح الخيرات لكل من التحق بنا اللحظه. ابرز المواعيد الوزاريه في هذه الاجنده، ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، المورنينغ ويكند معكم إلى غاية الساعة 11، فقراتنا في انتظاركم ومتنوعة بين تحليل سياسي، المجلة المحلية، الصحة والحياة، المستهلك، كما أننا سنفتح نقاشا واسعا مع مديرة المعهد العالي للترجمة إنعام بيوض عن واقع الترجمة في الجزائر. لكل من التحق بنا الآن محمد، صباح الخير، ولكل من يستعد للخروج إلى الكشك لاقتناء الصحف. عقبة العرابي يرصد لكم أهم العناوين وما جاء في الصحف في معرض للصحافة بعد هذا الفاصل القصير. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، إن كانت الصحف شحيحة يوم الجمعة فإنها على امتداد السبت في معظمها تتحدث عن الكثير من المواضيع الدولية والسياسية. صباح الخير عقبة. نعم صباح الخير جهيدة، صباح الخير محمد.
بنغبريت تدافع عن إصلاحات مشروع إصلاحاتها ربما في الجيل الثاني، وكذلك تداعيات الهجوم على الإرهاب الإرهابي على بروكسل ما زال يطبع الصحف الوطنية والدولية. تفضل عقبة. شكرا لكما. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى فقرة بين السطور عبر برنامج الشروق مورنينج ويكاند، نستهلها كعادتنا من صحيفة الشروق اليومي وبعناوين الواجهة. مشروع بن غبريت أخطر من إصلاحات بن بوزيد، وكذلك في موضوع آخر احذروا وكالات عدل موازية. النقابات وأولياء التلاميذ يناقشون برامج الجيل الثاني في ندوة الشروق اليومي، ونشدوا رئيس الجمهورية لوقف ما أسموه مهزلة برنامج الجيل الثاني أو برامج الجيل الثاني باعتبارها أعدت في سرية تامة، مطالبين الوزارة بالكشف عن قائمة الخبراء 200. النقابات قالت إن الوزيرة ستمرر مشروعها بالميثاق بدليل إلغاء المناقصة الوطنية لطبع الكتب واستبدالها بالتعاقد عن طريق التراضي، وأن مشروع إصلاحات بن غبريط أخطر من إصلاحات بن بوزيد التي جربناها على أولادنا أكثر من 13 سنة، نقرأ في صحيفة الشروق اليومية. نبقى في نفس الصحيفة وفي عنوان آخر احذروا وكالات عدل موازية، حيث حذرت وزارة السكن والعمران والمدينة من المواقع الإلكترونية التي تنتحل صفة وكالة عدل، وذلك للإعلان عن عمليات سمتها بالوهمية، وتخص عمليات اختيار المواقع الخاصة بمكتتبي البيع بالإيجار لبرنامج 2013، حيث تحاول هذه المواقع حسبها استغلال تأجيل عمليات اختيار مواقع سكنات عدل 2 عبر الموقع الإلكتروني للوزارة بالموازاة. مع ذلك تم تسليم قرارات الاستفادة أقول بالموازاة، تقول الصحيفة تعطلت قرارات الاستفادة تسليم القرارات الاستفادة المسبقة لمكتتبي عدل 2، وذلك حيث دخل الكثير من المكتتبين في وقفات احتجاجية عبر ولايات الوطن، وعبروا عن قلقهم من تجميد عمليات تسليم قرارات الاستفادة بعد أسابيع قليلة من انطلاقها الرسمي. وتأكيد الوزارة بأن أول موعد لتسليم المفاتيح بالنسبة للشقق الجاهزة سيكون قبل شهر رمضان القادم، أي خلال نحو 2 شهر. إلى صحيفة أخرى، صحيفة الخبر تعنون، صحيفة الحياة عفوا تعنون، الجنرال إسماعيل هو الذي سلم خيط كارلوس للمخابرات الفرنسية، حيث نقلت الصحيفة حسب تصريحات مدير سابق للمخابرات الفرنسية فإن الجنرال إسماعيل العماري المدير السابق للأمن الداخلي الجزائري هو الذي قدم للمخابرات الفرنسية المعلومات التي سمحت بتوقيف المناضل العالمي كارلوس في العاصمة السودانية الخرطوم وتسليمه لفرنسا، غير أنه لم يذكر المقابل الذي تحصلت عليه المخابرات الجزائرية من نظيرتها الفرنسية جراء هذه الخدمة الكبيرة. كما أضاف إيف بوني وهو رئيس مدير المخابرات الفرنسية السابق أن الجنرال العماري تعرف على مكان وجود كارلوس بالصدفة. إلى صحيفة الخبر، المخابرات المغربية تنصف الجزائر، عنوان بارز في الواجهة، وهذا بعد تفكيك خلية متطرفة مختصة في إفاد مغاربة إلى ليبيا. المخابرات المغربية أعطت ضمنيا، تقول الصحيفة، مصداقية لتحذيرات الجزائر من ارتفاع أعداد المغاربة العابرين إلى ليبيا عبر ترابها وشكوكها في احتمال التحاقهم بالإرهاب، فقد أعلنت الداخلية المغربية عن تفكيك خلية للجهاديين خططوا لارتكاب اعتداءات إرهابية بالمملكة، وسبق لهم أن أوفدوا مقاتلين إلى ليبيا. المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي الذي يتبع للمديرية العامة لمراقبة التراب المغربي الوطني للاستعلامات الداخلية، كما يقال، عطل نشاط خلية إرهابية تمثل تنظيم داعش في ليبيا وتتكون من 9 أشخاص كلهم مغاربة كانوا يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية فوق التراب المغربي، تقول صحيفة الخبر. الفتح من شهر ماي المقبل يوم للغضب بقطاع التربية، نقرأ في صحيفة الفجر. النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أعلنت عن يوم وطني للغضب بقطاع التربية واعتصامات
أمام مديريات التربية بداية من 19 من شهر أفريل المقبل، إضافة إلى اعتصام وطني في ولاية مجاورة للجزائر العاصمة يوم 30 من شهر أفريل المقبل أيضا، ومطالبة الحكومة ووزارة التربية الوطنية بالاستجابة الفورية لمطلب سحب المادة 19 و22 من القانون العام للوظيفة العمومية والذي يخص التشغيل بالنظام التعاقدي. إلى نبقى في الصحف الوطنية دائما إلى صحيفة محلية أو صادرة جهويا، صوت الغرب تعنون أزيد من 300 مريض بالسيلياك يعانون في صمت في ولاية سيدي بلعباس. جمعية حماية مرضى السيلياك طرحت مشكلة دعم مادة الفرينة المحسنة الخالية من مادة الجلوتين والتي تعد أهم عنصر غذائي في نظام الحمية الخاصة بالمرضى، حيث يعاني مرضى السيلياك في البحث عن مواد غذائية خالية من الجلوتين. الصحيفة نقلت عن المرضى شكواهم من رداءة النوعية الموجودة في السوق المحلية والتي تخصص أساسا في تغذية الأنعام. نبقى في الصحف الصادرة جهويا إلى آخر ساعة الصادرة من ولاية عنابة، وفي خبر محلي، المديرية العامة للأمن تفيد لجنتي تحقيق لولاية عنابة. لجنة التحقيق تشرف على عملية تفتيش واسعة للباخرة الراسية في ميناء عنابة قبل أيام، إلى جانب الوقوف على إجراءات مرور المسافرين الوافدين على مدينة عنابة، علما أن العمليات الأخيرة المسجلة منذ شهر أفريل 2015 وإلى غاية بداية 2016، تقول الصحيفة، كانت تتم بتواطؤ مع أعوان المراقبة خاصة في صفوف الجمارك، مما أسفر عن عدة توقيعات تحفظية لأعوان ومفتشين، وهذا على خلفية سلسلة الفضائح التي شهدها الميناء الأشهر الماضية، وعلى رأسها حجز 3 سيارات محملة بمواد ممنوعة، محملتين بمواد التجميل ومصرحة بملابس رياضية. نبقى في الصحف الوطنية الصادرة هذه الصبيحة لكن في الصحف الناطقة بالفرنسية، صحيفة لسواغ دالجغي تعنون الكونغرس الأمريكي يحرج المغرب. الصحيفة سلطت الضوء على لجنة حقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي التي بحثت قبل 3 أيام الوضع الحقوقي في الصحراء الغربية، حيث وجه مشاركون انتقادات قوية للمملكة المغربية. أعضاء بالكونغرس الأمريكي قالوا إن الولايات المتحدة لا تعترف بسيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية التي تعتبرها إقليما غير مستقل في انتظار تصفية الاستعمار، بينما ألحت لجنة حقوق الإنسان للكونغرس الأمريكي على ضرورة رفع اللبس بشأن موقف الحكومة الأمريكية إزاء القضية الصحراوية، وذلك خلال الجلسة التي خصصتها قبل يومين الأربعاء لوضع الصحراء الغربية، وهو ما وصفه الكاتب بأنه آخر مسمار في نعش الحكومة المغربية التي لم تجد بلدا واحدا يعترف بسيادتها على الصحراء الغربية. إلى الصحف الدولية، التونسيون بين نصرة النقاب ومقاومة اللباس الأفغاني، نقرأ في صحيفة القدس العربي في الواجهة. الصحيفة قالت تحولت دعوة حزب سياسي لمنع النقاب إلى قضية رأي عام في تونس، حيث أطلق عدد من الناشطين المعارضين للمشروع حملة إلكترونية لنصرة النقاب، بينما عقدت منقبات ندوات صحفية للدفاع عن لباسهن. أما المناوئون فردوا بحملة لمقاومة اللباس الأفغاني في وقت أظهر استطلاع للرأي أن 90% من التونسيين يرفضون النقاب. بالمقابل أكد 60% من التونسيين تأييدهم للحجاب. الناطق باسم حزب الإصلاح الإسلامي رفيق العوني قال إن تفتيش المنقبات والتأكد من هوياتهن أمر ضروري، لكن أن يتم استغلال هذه الظروف لضرب الحريات فهذا يبعث على القلق والحيرة. نقرأ في القدس العربية.
محكمة نيويورك تدرج خامنئي متهما بعد بن لادن في هجمات سبتمبر. نقرأ في صحيفة الشرق الأوسط. الصحيفة نقلت عن قاضي المحكمة أنه أدرج المرشد الأعلى الإيراني شخصيا وحزب الله اللبناني كمتهمين ثان وثالث بعد زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن في تخطيط هجمات 11 من شهر سبتمبر عام 2001 وتمويلها وتنظيمها في الولايات المتحدة. تقرير المحكمة أضاف أن الدعم المادي والموارد التي قدمت للقاعدة كان من قبل مختلف المسؤولين الإيرانيين بمن فيهم المرشد الأعلى. أما مصدر قضائي أمريكي فقال لصحيفة الشرق الأوسط إن الحكومة الأمريكية لديها تأكيد شامل على الصلة بين إيران والقاعدة قبل وبعد 11 من شهر سبتمبر، ومن أهمها وثائق وكالة الأمن القومي الأمريكية. نختم جولتنا بين السطور هذه بصحيفة لوموند الفرنسية وبعنوان الحكومة البلجيكية على وقع الإخفاق. الصحيفة تناولت هجمات بروكسل وقالت أنها طرحت العديد من الأسئلة حول الأخطاء التي ارتكبتها بلجيكا في نظامها الأمني، حيث أن الغريب هو العرف السائد بأن بلجيكا كانت تعرف منذ مدة بتواجد عناصر متشددة داخل أراضيها. نواب بلجيكيون قاموا بمساءلة عديد الوزراء بشأن فشل الحكومة وأجهزة الاستخبارات في منع وقوع تلك الاعتداءات، بينما فسر أحد الوزراء البلجيكيين أن السلطات التركية أبلغت الدول الأوروبية باعتقالها إبراهيم البكراوي السنة الماضية وهو أحد منفذي الهجمات، بينما تقول إن تركيا لم تشر إلى سبب اعتقال البكراوي وهو ما دفع رئيس وزراء بلجيكا برفض استقالة وزيري الداخلية والدفاع على خلفية الضغوطات وما وصف بالتقصير في اتخاذ التدابير اللازمة. إلى هنا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام فقرة بين السطور. ختام فقرة بين السطور عبر برنامج الشروق مورنينج ويكاند الذي هو مستمر مع جهيدة ومحمد وضيفهما. عودة إليكم. شكرا لك عقبة، نلتقي بك في مواعيد إخبارية لاحقة. أما أنتم مشاهدينا صباح الخير لكل من التحق بنا الآن. الحديث بعد قليل سيكون حول الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل وأيضا الأوضاع الأمنية داخل الجزائر بعد الاعتداء الإرهابي في ميعادقة. كل هذا سيكون مع ضيفنا الأستاذ نسيم بلهول رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة البليدة، لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد. إذا العملية الإرهابية والاعتداء الإرهابي الأخير في الذي كان في قلب العاصمة السياسية لأوروبا بروكسل، 34 قتيلا وتحديات كبيرة لمواجهة إرهاب داعش الذي وصل إلى أمن أوروبا. أحاديث اليوم عن هذه التحديات لكن في الجزائر وفي منطقة الساحل مع رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة البليدة السيد نسيم
بالهول. صباح الخير وشكرا على حضورك معنا اليوم. صباح الخير سيدي الكريم. نعم، إذا بداية، كثر الحديث مؤخرا في مختلف القراءات السياسية لمختلف المحللين السياسيين عن الجالية العربية الموجودة في أوروبا اليوم. هناك حديث عن كيفية إعادة إدماجهم في أوروبا، وهذا الإرهاب المتطرف غذته أوروبا بالأساس. هل توافق هذا الطرح أستاذ؟ في الحقيقة هذا الموقف يشكل جناح مهم يتعلق وإيجاد مخرج يرتبط خاصة وتحديد مآلات العائدون من سوريا، لأنه دائما بعيدا عن ما هو مروج إعلاميا أو بعض التحليلات، مع كل احتراماتي المسطحة، أظن أنه أوروبا في التسعينيات كانت تشكل معقلا أو قواعد خلفية لدعم الإرهاب أو ما يسمى بشبكات لوجستيكا الإرهاب أو القنوات الجهادية، خاصة إذا ما تعلق الأمر بكل من دولتين ألا وهما بلجيكا وبلغاريا. بلجيكا التسعينيات غير بلجيكا 2001، وبلجيكا 2001 تختلف تماما عن بلجيكا 2016. لماذا؟ لأنه عندما نصطدم بواقع وانتقال منطقة الرعب من الفضاء التقليدي وهو الفضاء الشرق الأوسطي وشمال إفريقيا إلى قلب أوروبا، هذا يثير الكثير من الجدل. أولا لابد أن نحدد هندسة الرعب في أوروبا وفي بروكسل. بروكسل هذه المدينة هي أو بلجيكا 11 مليون نسمة صدرت ما قرابة 335 مواطن بلجيكي للحرب والقتال في سوريا. العائدون حسب إحصائيات تقول 800 مواطن. نعم، هي تقريبية وتقديرية، وبالتالي تقول نفس التقديرات أنه 101 مواطن بلجيكي من ينحدرون من جنسية مغربية عادوا إلى 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 بلجيكا. وهنا نكون أمام ظاهرة جديدة وهي ظاهرة العائدون من سوريا. العائدون من سوريا هي مرتبطون بشبكة مهمة في بلجيكا، وهي شعبة ربعة بلجيكا، وهي أقوى شبكة في بلجيكا تقوم بتصدير المتطوعون من أوروبا إلى بقية العالم. ودعني فقط أن أشير إلى أمر مهم، أن أوروبا تعاني من وجهة صراعية بين تيارين، بين الصهاينة النصارى والصهاينة اليهود، كليهما يفعلان ما يعرف بالمواطنين المغاربة العرب، أي أدوات التقتيل وصناعة الموت في أوروبا هم دائما عرب. وهنا هذا يذكرنا بظاهرة رفع المظالم اليهودية، على أنه كل التهديدات والتفجيرات التي كان فضاؤها هي أوروبا كانت بأدوات عربية ضد أهداف يهودية بطريقة أو بأخرى. نعم، يعني هل نستنتج من كل هذا أن العرب والمهاجرين المقيمون في أوروبا هم ضحايا مؤامرة صهيونية أوروبية لتوريطهم في عملية إرهابية؟ لا، هنا ليس الأمر بهذه الطريقة، ولكن أريد أن أشير إلى أمر مهم. نعم، أنه عوض أن نتكلم عن شيء يسمى أو عن خطاب تقليدي أنه العرب هم دائما الأداة وهم دائما الهدف، هذا الأمر يختلف تماما عن ما هو حاصل في أوروبا. هنالك تقريبا تقارير أمريكية، تسريبات أمريكية، وخاصة في قلب الصراع والتنافس الرئاسي، يقضي وأنه هنالك عمليات جراحية وإرهابية لتأديب أوروبا، لأنه هنا يجري الآن التفكير في إعادة بناء أمن أوروبا باستبعاد الكبار. وأظن أنه إذا كان في هنالك تهديد على مستوى الفضاء الشرق الأوسطي وقلب أوروبا، بحكم أن قلب أوروبا حسب الخطاب الجيوسياسي التقليدي الأمريكي هي ما تشكل نموس الأرض، أي قلب العالم، وقلب العالم هذا يقضي وأنه إعادة صياغة المنظومة الأمنية العالمية يعني هو رهان إعادة التأكد من الحليف والعلاقة مع الصديق وتحديد العدو. خاصة دعني هنا سيدي أن أذكرك أنه كل المقبوض عليهم في العملية الأخيرة في بروكسل
يظهر أنهم رؤوس المدبرة للعملية هم من خريجين المدرسة الكاثوليكية. وهنا نعم، لكن هم مسلمين. عندك الأخ، عندك نجيم عشراوي، عندك الأخوين البكراوي، يعني هم بلجيكيين من أصول مغاربية، قرأوا في بلجيكا، تربوا في بلجيكا، وبعدين راحوا لتنظيم داعش. هذا لا يهم في التقريرات الأمنية، في السلوك الأمني. لكن ما يعاب الآن على بروكسل أنه النجيم عشراوي كان متابع بقضايا إرهاب وتم الإفراج عنه في 2014. التساؤل في مثل هذه القضايا خلى بروكسل تشهد عملية إرهابية. تبعني سيدي، عندما نتكلم على شيء يسمى إرهاب وصناعة الموت، هذا لا يرتبط بالطقوس والرموز التي توحي بطريقة أو بأخرى أننا أمام مواطن مسلم أو شخص معبأ عقديا. فتنظيم مثل داعش كل تهليلاته وتكبيراته فيها ذكر اسم الله، ولكن سلوكيا هم أقرب إلى عبادة الشيطان. وبالتالي هناك لكنهم عندهم تغذية روحية من خلال البغدادي، من خلال رموزهم اللي تبعوها عقائديا، خطابهم إسلامي شيء أم أبينا. فعقائديا هذه التعبئة العقائدية والروحية هي الأساس في فكر داعش، وعليها ينضوي المئات في أوروبا يوميا تحت لواء فكر داعش، ويهاجرون إلى سوريا عن طريق تركيا وعن طريق منافذ أخرى. السؤال اليوم، تحدث أستاذ عن إعادة صياغة المنظومة الأمنية في بروكسل، اختراق بروكسل مطارها ومترو بروكسل من قبل داعش بهذه الطريقة التخطيطية المنظمة من قبل شبكة داعش من خلال بلجيكيين موجودين في بلجيكا، وإن كانت كما قلت أصولهم عربية مسلمين هذا لا يهم. هل هذا فشل المنظومة الاستخباراتية الأمنية البلجيكية وفشل أوروبا في مكافحة الإرهاب؟ هذه العملية تأتي بعد 4 أشهر من عملية الباتاكلون، سبقها شارلي إبدو، كان هناك تأهب، لكن هذا التأهب الأقصى لم يصل لمرحلة دحض عملية إرهابية لداعش في بروكسل. منذ 2001، شكرا، منذ 2001 كانت تعتقد بلجيكا أنها كمسلمة أمنية أنها باتت قاعدة خلفية للإرهاب. بالتالي معروف أن القواعد الخلفية تكون قواعد في منأى عن أي تهديدات، أي تصدر التهديد ولا تكون موضوع واستهلاك هذه التهديدات. ولكن فيه تراخي أمني على مستوى بعض الأحياء البلجيكية الفقيرة التي غذت تنامي وتصاعد ديموغرافيا الرعب في بلجيكا. هذا من جهة. من جهة أخرى الاتحاد الأوروبي هي نفسها أوروبا بدون حدود، أي أنه بلجيكا هي تعتبر من الدول الترانزيت، أي منطقة عبور، يعني سهل أنك تتنقل من بلجيكا إلى ألمانيا دون رقيب أو حاسيب. كيف الأوروبا هذا؟ ولكن الشيء اللي يهمني أنا ما هوش ليس فاعل الجريمة أو التقتيل أو الإرهابي، بل هذا الإرهابي يقتل بماذا؟ عن طريق أسلحة. ما هي مصدر تلك الأسلحة؟ وكيف تدخل هذه؟ دعيني سيدتي، ما دام أنك تتكلمي على شيء يسمى تعبئة روحية وإسلاموفوبيا وعودة ظاهرة الخوف من العربي، هنالك وهو شيء معروف في كل مصالح الاستخبارات الغربية، على رغم تباين قوتها ومستويات ضعفها، في هنالك قسم الحروب النفسية. قسم الحروب النفسية الهدف دياله هو ماذا؟ هو تجنيد وتعبئة والسيطرة على عقل المواطن. نعطيك على سبيل المثال، كل المعتقلين في أوروبا دائما يكررون بعد الاعتقال نفس المصطلحات: لا أدري، لم أكن أعرف، لم أحس، لم أشعر. هذا دليل أنهم كانوا تحت وقع اضطهاد نفسي؟ أكيد أكيد، لأنه هنالك أنا لا أنظر إلى هذه الأمور الجزئية أو هذه العملية، العكس هي الأساس في تبني فكر داعش. لا غادوياسيون، يعني هنالك عمل مرحلي، عمل ناعم للوصول إلى نتيجة. هذه النتيجة هي في الأخير هي ماذا؟ هي أولا عندنا نمطين من الصورة: مواجهة بين الحراك الصهيوني ضد المنطقة العربية والإسلامية، وفي نفس الوقت داخل أوروبا هنالك مواجهة بين الصهاينة اليهود والصهاينة النصارى. طيب نوصل النقاش في هذا الأمر. تحدثت عن هذه التعبئة الروحية والعقائدية، تنظيم داعش ماشي ويتمدد في المنطقة العربية من سوريا رغم كل الخناق، اليوم إلى ليبيا، ليبيا تشهد اعتداءات أيضا تمددة إلى بن قردان مع الحدود التونسية، الجزائر مع هذه التحديات الأمنية في قمار، في تيزي وزو، القبض على 6 و6 طيارات ستينجر. نحن اليوم أمام تحديات أمنية
داعش وصل إلى منطقة الساحل ودخل إلى منطقة الساحل بمعدات تكاد تكون الأولى من نوعها أمنيا. اليوم ما هو التحدي المطلوب؟ نتحدث عن الجزائر تحديدا مع حدودها الملتهبة، هل ننتظر تأثير داعش من أوروبا الذي انتقل اليوم إلى حدودنا مع تونس ومع ليبيا؟ دائما شكرا على هذا الإثارة الموضوعية، لأنه دائما أطرح سؤال ولا بد من طرح سؤال ذكي. عندما نعرف أنه في 2001 قال الجنرال ويسلي كلارك أنه هنالك مشروع لتقسيم 6 دول، ألا وهي تدريجيا العراق، سوريا، لبنان، ليبيا، السودان والصومال، لتنتهي اللعبة بإيران. هذا ما يعنيش أن الجزائر أو بقية الدول التي لم يذكرها ويسلي كلارك في منأى عن التهديدات أو مخططات هندسة الفضاء الشرق الأوسطي، حتى لا نسقط في فخ صدام العراق عند اجتياح الكويت. نعم، لابد من يقظة استراتيجية. نعم، ولكن في نفس الوقت عندما نتكلم على ظاهرة تمدد هذا البعبع الإرهابي، أنا لا أتفق تماما مع من يقولون أن تهديد داعش هو تهديد فعلي وحقيقي، وأنه تمدده طبيعي إذ انتقل من استراتيجية الذئاب المنفردة إلى الجبهات الإقليمية. حتى هم كتنظيم يعني أو كتنظيم أو كقوة في حد ذاتها يعني. تعرف شعارهم باقية وتتمدد، شعار داعش شعارهم هذا هو أنه البقاء والتمدد إلى مناطق أخرى، ليبيا، تونس، إلى كل مناطق الساحل، إلى سوريا، في تركيا. تفضل محمد. تحت رقابة وتحت حماية وأمن منظمة الناتو. يعني أنا أعتبر أن دولة الاستخبارات وهي داعش آيزل إسلاميك ستيت أوف إيراك أند ليفنت، هنا يستعملون الأمريكان مصطلح آيزيس، وآيزيس هو دالة قرينة على أنه هذا الاسم المحمول من طرف هذه المنظمة هو ينتمي إلى ورشة من ورشات الماسونية. يمكن أن أفصل في الموضوع، وهنالك دلائل تدلل على أن كل المعتقلين والمقبوض من طرف المقبوض عليهم والذين ينتمون إلى سرايا داعش هم ينتمون إلى ما يسمى للسكت أو the middle lodge أو المحفل الوسيط. أنا لا أتعامل بخطاب مسطح مع هذه الظاهرة، لأنه إذا كنت تتكلم على شيء يسمى إرهاب في الجزائر هو إرهاب يمتد منذ فترة التسعينيات، ما دون ذلك هنالك توريش وصناعة للموت. أقول لماذا يراد هذا الطوق المستدام من على حدود الجزائر؟ هل من أجل هدم الجزائر؟ هل من أجل تقريب الجزائر؟ هل من أجل تقسيم الجزائر؟ أنا أظن أن الجزائر هي أمام خيارين وأظنها جازما وقناعة، إما الفوضى أو التطبيع. أظن أن هنالك تطبيع مع من؟ مع إسرائيل. أظن أن هنالك محاولة من طرف بعض دول الجوار من أجل تضييق وخنق حصار الجزائر، من وهذا من أجل اختراق موقفها المبدئي. نعم. سيد نسيم بلهول، لو نعود إلى تداعيات العمليات الأخيرة الإرهابية الأخيرة اللي في الجزائر، سابقا كنا نشوف القبض على جماعات إرهابية وعلى إرهابيين، اليوم القبض على جماعات إرهابية بحوزتها صواريخ ستينجر بيجمار، إلقاء القبض أو إفشال محاولة الهجوم على مركز أمني بمعتقة في تيزي وزو. اليوم تنظيم داعش يبحث عن موطئ قدم في الجزائر، السؤال هل الجزائر مهددة بعمليات إرهابية مثل التي حصلت في بلجيكا وفي فرنسا؟ شوف، منذ سنوات منذ فترة أو إبان حكم المالكي في العراق، قام الوزير الأول العراقي آنذاك المالكي بتحذير الجزائر أن هنالك فيها عناصر جزائرية تنشط في الأنبار ضمن حركة التوحيد والجهاد التي كان ينتمي إليها أو يقودها أبو مصعب الزرقاوي. وقبل ذلك كان فيه هنالك جزائريين تجندوا في مناطق الهزار ومزار شريف بشمال أفغانستان، والذين عادوا إلى العراق وحاولوا الدخول إلى الجزائر، ولكن هنا الإدارة الإعلامية الأمنية الجزائرية كانت ذكية. هنالك بعض المشاكل الأمنية والقلق الأمنية لم يتم إثارتها إعلاميا، وهذا يدخل في إطار منطقة الحرب الاستباقية التي جندت لها الاستخبارات العسكرية الجزائرية. ولكن ظاهرة داعش الجزائر أو داعش شمال إفريقيا، أقول أنه حسب المعطيات الطبيعية لن تكون لداعش أو دولة الاستخبارات
موطئ أكاديمي في الجزائر. لماذا؟ هذا الاعتبارين. ألا تلاحظ معي سيدي أنه عندما حاول الآخر تصعيد خطاب إذكاء الدعشنة داخل الجزائر بالتوازي تم استفزاز أو إعلان استفاقة جديدة لتنظيم القاعدة، وكأننا أمام بعبعين متنافسين من على هذه المنطقة من شمال إفريقيا. القاعدة رفضت يعني مبايعة داعش، واللي هي منطقة بعيدة عن دول الطوق التي تحاصر أو تشكل مثلث الصمود والتحدي لإسرائيل. شمال إفريقيا الآن هنا أمام هي عرضة لنوعين من الحروب، حروب المكانة وهي حروب استخباراتية خفية، وحروب الهيبة وهي حروب بين تنامي الدعشنة من ليبيا وظهور بعبع القاعدة من جديد. نعم. وهذا وإن دل يدل على أمرين، وأظن أنه فرنسا من جهة والولايات المتحدة من جهة أخرى هما في إطار تحريك لعبة ما بين تنافس إقليمي وعالمي، محاولة تقويض وتعويق تموضع القوات الغربية، وهذا من خلال إعادة رسم وهندسة جغرافية. نعم. انتشار نظم الرعب في شمال إفريقيا. نعم أستاذ، أنت ذكرت قلت أن الجزائر في منأى عن مثل العمليات التي حصلت في بروكسل وفي فرنسا لأنه تنظيم داعش لم يجد موطئ قدم في البلاد، لكن نلاحظ مؤخرا من خلال الخطاب الرسمي سواء من خلال افتتاحية الجيش أو من خلال خطاب رئيس أركان الجيش الوطني نائب وزير الدفاع الوطني الفريق أحمد قايد صالح، أنه الآن الضرورة رفع درجات التأهب والتحدي الأمني وإشراك المواطن في هذه العملية. يعني هناك تخوف لدى المؤسسة العسكرية من تنامي ظاهرة الإرهاب، خصوصا وأن الأوضاع مشتعلة على الحدود. شوف، عملية التعبئة لتدخل في إطار الثالوث الاستراتيجي، أي تعبئة القوات المسلحة، الإعلام الأمني والشعب. هذا ما هوش جديد بالنسبة للنظام الأمني الجزائري، لكن ما شاهدناش تقريبا منذ سنوات الإرهاب. لكن اليوم وزارة الدفاع الوطني تستنجد بالمواطنين عن طريق الأسماس، يعني الأوضاع الأمنية ليست بخير. شوف، معليه يعني هذه تدخل ولو جاءت نوعا ما متأخرة، ولكن المواطن الجزائري اعتاد على التعود على بعض ما يتعلق ومشاريع الاستنفار، ولكن المشكل هو أنه لابد أن نحدد طريقة التعبئة وطريقة الإنذار التي أعلن عليها نائب وزير الدفاع. تلاحظ معي سيدي أنه بعد الإصلاح الأمني أو بعد إعادة النظر في منظومة المخابرات الجزائرية، كنت كلمت على هذا الأمر أنه سيحدث هنالك فراغ استراتيجي رهيب، والرهان هو كسب أول قلاقل يمكن أن يثيرها الإرهاب. أقول أنه عودة لحد الآن الجيش كسب الرهان، تم إيقاف كسب الرهان دون التقويض من المنطقة السيادي للمعالجة الأمنية للجيش الشعبي الوطني، كسب الرهان فيما يتعلق وردع بعض التهديدات الأمنية. طيب. ولكن هنالك ملفات كبرى يصعب على الجزائر الآن أن تنحني أمنيا واستراتيجيا، وخاصة تلك القلاقل التي تأتي تحت تواطؤ الغرب. طيب. وحتى أنه اسمح لي فقط الأخت، وهذا شيء مهم، سهل جدا أنك تدير قلاقل أمنية ولو عن طريق وسائط بوليسية، ولكن عندما يكون التهديد مصدره نظامي أو دول هذا شيء صعب. طيب، نتحدث عن هذه القلاقل التي ربما نتحدث عن مواجهة الغرب لداعش، هذا التنظيم الإرهابي كما قلنا الذي يتمدد. تحدثتم أستاذ عن الغرب، المحللون العديد من المراقبين قالوا أن الاعتداءات على أوروبا، فرنسا ثم بروكسل وتتمدد وداعش تعد بالأكثر في أوروبا هي نتيجة لسياسة أوروبا أو سياسة الغرب في الشرق الأوسط. هل أقول ربما هذه الاعتداءات، التفجيرات، القتلى، باتاكلون، شغل إبدو، بعدين بروكسل، سيعيد على إثرها الغرب تحديد أو تنظيم سياسته في الشرق الأوسط من خلال تدخله في سوريا تحديدا؟ شوفي، هل ستجبر الغرب على إعادة سياستها في الشرق الأوسط؟ هنالك مقولة يقال من خلالها أنه لا يمكن تحضير العجة دون تكسير قشورها. يعني حتى التحالف الدولي ضد داعش هو استعراضي أكثر منه يتعلق بإجراء إرادوي حقيقي فعلي. أوروبا الآن هي معرضة قلت إلى وسائط تأديبية من طرف البيت الأبيض الأمريكي،
أمريكا بحد ذاتها الآن، وكأنه دق ناقوس الخطأ، لأنه فيه تقارير تقول أنه هنالك مرحلة انتقالية للنظام الدولي من التوحد والتفرد الأمريكي نحو مرشح آخر. وتقول نفس التقارير أن المرشح الأول لخلافة السيادة العالمية ستكون أوروبا. هذا الأمر ربما قد يظهر للبعض أنه من قبيل الخيال أو الأوهام، ولكن فيه صراع خطير بين الباور وهما اليهود الزائفين في أوروبا واليهود النصارى في أوروبا. وأظن أنه أحد مصالح المواجهة هي هذه المدن الأوروبية، بروكسل فرنسا، وسترشح بعد ذلك بلغاريا، وهنالك سيكون تمدد لدعشنة أوروبا أو أوروبا داعش في هذا الإقليم أو في القارة العجوز. ولكن إعادة النظر في الأجندة الأمنية للغرب، وهذا من منطلق تفجيرات أو قلاقل بسيطة في أوروبا، هذا غير وارد لحد الآن. لماذا؟ لأنه الهدف الأساسي والحيوي الآن هو الطريقة التي من خلالها يتم التوضع والتموضع نهائيا في شمال إفريقيا. شمال إفريقيا مهمة في الجيوستراتيجية العالمية، لأننا نتكلم عن الهلال الداخلي، والجزائر تشكل مفتاح هذا الهلال الداخلي. إن توضعت وتموضعت القوى الغربية أيا كانت مسمياتها، فسيتيسر لها السيطرة على القارة وعلى التحكم في مقاليد التوازنات الإقليمية والعالمية. شكرا جزيلا الأستاذ نسيمة بالهولة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة البليدة، كنت معنا في الحديث حول الأوضاع الأمنية في منطقة الساحل وتداعيات العملية الإرهابية في بروكسل على الأوضاع في الجزائر وفي منطقة الساحل ككل. مشاهدينا، شروق مورنينغ متواصل معكم إلى غاية 11 صباحا بعد قليل. المجلة المحلية مع نديا محرز. مشاهدينا أهلا بكم من جديد، وصباح الخير لكل من التحق بنا الآن. كما تعودتم، نادية محرز في المجلة المحلية تنقلنا لولايات عميقة في بلدنا الجزائر. اليوم سنتحدث عن تيموشنت الجلفة، بشارت بسا، وأيضا نادية. وأيضا نادية صباح الخير. صباح النور. اليوم مواضيع متنوعة في انتظاركم، بدوها من الشرق إلى الغرب إلى الجنوب، يعني سنجول مختلف ولايات الوطن. تعرف أيضا على السيدة جقيقة. جقيقة، نعم. تفضل. صباح الخير مشاهدينا الكرام في فقرة المجلة المحلية لنهار اليوم، والتي سنستهلها من بجاية أين سنسلط الضوء على طموحات المرأة الريفية التي لطالما وقفت الند للند أمام الرجل. السيدة جقجيقة كريد أصدق مثال عن هذه المرأة الريفية، راقتها فكرة تربية الأرانب ولم تعزها الإرادة يوما في تنفيذها في قرية إدموثن في أعالي بجاية. في هذا الروبرتاج لمراسلنا هواري عزوز نكتشف وإياكم قصة تحدي هذه المرأة الريفية البارعة في تسخير قوة ساعديها في تربية سلالات جد مستأنسة من الأرانب، لتكون بذلك زهرة جلبت الربيع لأهلها. لنتابع. حل الربيع وتجلت الطبيعة في أبا حلتها هنا بقرية دموزن بأعالي بلدية تمليكش في ولاية بجاية، أين ينبعث الأمل في مزرعة يداعب فيها الهواء النقي أوراق شجر. فعلى هامش هذه المزرعة وبجوار تلك المنازل تنكب السيدة جيجيجا رفقة زوجها على عمل دؤوب داخل حظيرة تربية الأرانب بعد خبرة فاقت 5 سنوات. مدام كريد تخدم ليلفاج بوثول كثر في دموثان، نسعى 70 لي فمال، نسعى 8 لي مال، وكثبيت نسعى 150. وراء هذه الأقفاص شبكية انطلقت قصة نجاح هذه المرأة الريفية، أين استغلت جل طاقاتها في تسويق حيوانات مستأنسة. خمس سنين قمت بكريدي لونجام، الحمد لله أقلي خدمة بروجين ويتسدو. ففي جو هادئ كهذا تنتقل من مكان إلى آخر
تحادث هذا وتعين ذاك في أمس الحاجة كانت لتوسيع رقعة نشاطها هذا، حيث تقربت في وقت مضى من الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لتمويلها. كان 32 مليون ذي مزورة ونجام، ومن بعد نرمبورسي الكريدي نخلصين يعني الماتريال دو وثول، ومن بعد نخدم كريدي نغني البنكير نقود الطوموبيل نقود الفيكي. الحمد لله بروجي تدو أقلا نخدم. الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر بولاية بجاية لم تدخر أي جهد سبيل مد يد المرافقة لهذه المرأة الطموحة. مدام كريت وين قال في نص مونتريونغيلا ورط علي تخلق النشاطات، الحمد لله هرت لي ثويا درت 32 مليون تم توف يخدمن تسعى لا فولونتير وسي غراس سا ثنا يعني تقدم لاكتيفيتي نينس تاع ليكستونسيون لاكتيفيتي نينس تاع نف دوموندي اكريدي ناطرين باش كتاوي الفيكول تاعنا تخدم ليكستونسيون اند ثوي في ماشينين الماتيريال بلو سوفيستيكي. مني يعني كاكوا في لون الجزائر كنت تفلح حتى كي بغانا تخدم واستقوا دارات بدو يخدمي شويه اللي يغلب الطاس ان شاء الله. وكريد جي جيجا مثال حي عن مرأة ريفية ساعية إلى رفع راية النجاح، نافست بجهدها هذا طاقة الرجال، ربط الود بينها وبين مهنتها، مكنها من أن تلج عالما يدر عليها وعلى أسرتها ربحا ودخلا بمكسبها الاقتصادي هذا. فكل ثروة إذن قد تكون ثمرة لجهد عظيم. إذن جهيدة ومحمد احنا نسعى دائما من خلال هذا المواضيع إلى الوقوف إلى على رهانات ومستقبل المرأة الريفية وكشفها إلى يعني إلى العيان. للتذكير فقط محمد وجهيدة أن مدير الفلاحة لولاية بجاية بالعايب العايب مخلوف كشف لمراسل شروق نيوز عن وجود برنامج تكويني لفائدة مربي الأرانب في بحر الأسبوع الشهر المقبل عفوا. تذكير يعني فقط هي إرادة وتحدي لهذه السيدة رفقة زوجها، ومعروف نعم. أنه في وقت يعني الجنس الخشن الرجال يهربوا من العمل الفلاحي، اليوم تجد المرأة يعني تتوجه له يعني بكل تحدي وعزم. نعم إذا ننتقل مشاهدينا الكرام من بجاية ننتقل وإياكم إلى عين تيموشنت، جمعت بين التراث والأصالة والتقليد لتكون منبرا للعديد من الأنشطة الثقافية. لكن قبل نعم قبل ما نروحوا لعين تيموشنت والولايات الأخرى نعود نحكيوا على هذه السيدة جكيكا، أو قبل باش نحكيوا على السيدة جكيكا ربما الساعة تقترب من التاسعة تماما وموجز لأهم الأنباء مع مريم غراز، لكن بعد تذكير بأهم المواعيد السياسية والاقتصادية والثقافية لنهار اليوم في هذه الأجندة. من تربية الأرانب نادية إلى أين سنتوجه الآن؟ إلى عين تيموشنت محمد وجهيدة. إذن من بجاية ننتقل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى عين تيموشنت، جمعت بين التراث والأصالة والتقليد لتكون منبرا للعديد من الأنشطة الثقافية. جمعية سلخطيب للرقص الشعبي والأصالة ارتأت أن يكون نشاطها مرتكزا على تخليد رقصات شعبية في مدينة عين تيموشنت، وامتد ليشمل مختلف الولايات الأخرى حتى خارج
حدود الوطن. هذه الجمعية صنعت لنفسها طريقا تبدو جسرا للتواصل مع فرق وجمعيات وطنية لتحمل مشعل العالمية في إحيائها للتراث الأصيل من خلال ما توظفه من آلات موسيقية تلقي بنغماتها على الراقصين في حركات عنوانها التاريخ والأصالة. مراسلنا هواري بالخيال بعث بالتالي. هي جمعية ارتأت أن يكون نشاطها ثقافيا في مجال الرقص الشعبي، صالت وجلت عبر ولاية الوطن وحتى في مختلف عواصم دول العالم. شرفت الولاية بإحيائها للتراث وجعلت من الآلات التقليدية والحركات الموروثة عنوانا للتاريخ وأصالات الأجداد. الجمعية هذه تكونت 1995 ودارت عدة مشاركات وطنية ودولية، منها شاركت في 2004 إلى السودان العربية في ملتقى الوئام المدني بالنسبة للدول العربية، دول كافة الدول العربية. و2008 دارت مهرجان الدولي للتجارة في سويسرا، مدينة لوزان في سويسرا، وعدها عدة مشاركات دولية. أدت أحسن أداء في 2007. العلاوي، السبيسية والعريشة حركات لكل منها عنوان. هذا الرقص الشعبي رقص يقولوا جاء من التراث تاع الأجداد، يقول لك القبائل البكري في العرب اللي كانت قبائل كانوا في العريشة كين هازموا كين غلبوا في الحروب، يعرشوا يعني بالثقيل، العريشة هي ثقيل. والسبيسة يقول لك كانوا كيفوزوا بالفرحة تاعهم وفي العمل، قال لك كيفوزوا باش ياخذوا يخدموا يديروا هذا السبيسة. وهذا العلاوي حنا نتمنوا، هذا العلاوي حنا ديناه من جداد، يقول لك كانت الافراح بغير علاوي ما كانش فرح. الالات اللي في العلاوي كان آلة البندير، آلة القلال، آلة القصبة. جمعية ناشطة وتدعيمها من طرف المعنيين ظاهر للعيان. دار الثقافة لولاية عين تيموشنت تتمن العمل الذي تقوم به جمعية سي الخطيب لبلدية الحساسنة للرقص الشعبي، حيث تم إدماج هذه الجمعية لتأطير ورشة للرقص الشعبي بدار الثقافة بغرض التكوين. كذلك برمجت الجمعية ضمن رزنامة الأسابيع الثقافية والمهرجانات المحلية والوطنية وحتى الدولية. ما يخفاش عليكم أن هذه الجمعية شرفت قطاع الثقافة في عديد من المحافل الوطنية وحتى الدولية، مثلا معرض الجزائر بسويسرا ومهرجان الرقص الشعبي بالسودان. ويسعى قطاع الثقافة إلى تصنيف رقصة العلاوي المعروفة بمنطقة ولاية عين تيموشنت ضمن التراث اللامادي ضمن التصنيفات الوطنية والدولية. ليبقى هذا الجزء من التراث الشعبي تاريخا لا يزال شامخا، وذلك بصمود وعناية تجعل من هذا الموروث اللامادي يعيش عبر العصور، لأنه محفور ومنقوش في الصدور. الآن بالشارع، حيث تعتبر العادات والتقاليد جزءا هاما من الهوية الثقافية والتراث الوطني، لكنها تختلف من منطقة لأخرى خاصة في هذه الولاية. جذورها التاريخية تضرب بقوة في عمق أصالتهم الممزوجة بالبساطة، فهي فخرهم واعتزازهم. الأعراس واحدة من العادات والتقاليد التي تسخر بها المنطقة. نتابع رفورتاجة لمراسلنا من بشار عبد الوهاب حدبي. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. العرس بمنطقة الساولة له عادات وتقاليد خاصة به، وهذه الاحتفالية لن تكتمل إلا بتنظيم اليوم الثالث والذي تنقل فيه العروس لبيت أهلها، فيما ينظم أهالي وأصدقاء العريس رحلة ليوم واحد لإحدى المناطق السياحية بالولاية. وراء العرس بثلاث ايام عندنا عاده، هذه يخرجوا العريس يقول لها ثلاث ايام يجوا معه فاميلته وصحابه وحبابه يخرجوا به باش الناس سولاجا وباش الاخر يفوت ديك العيان تاع العرس وداك التعب وهذه. ولان العريس يكن في ايام عرسه بمولاي السلطان فانه يعامل معامله خاصه، حيث يمنح له شرف ذبح الخروف، وبعدها توزع المجموعه مجموعات من يتولى عمليه تحضير الفطور، واخرى للشواء، وثالثه لتحضير الشاي. اللي في هذا اليوم تحسها كما يلزم الحال، تحس براسك هما يقولوا مولاي السلطان
لا احنا قال العريس نقول لها مولاي السلطان، بصح في المده تاع العرس ما يفيقش بها. في مناسبه كيما هذه انه يجي يذبح برك ويريح ويعطيها الطيبات من الارزاق ويجمع يخدمه. ولان الطعام عند سكان المنطقه وخاصه المشوي لا يكتمل الا بنكهه الشاي، فان حضوره يكون الزاميا لفوائده المتعدده. احنا الشارم هذا هو تاع تاع لاتاي باش نقلعوا ليدان، فيه فوائد زينه من بعد من وراء الحمت ما راك تما داك الكوليسترول هذا كاع ينحي لاتاي، فيه فائده وسيرتو لاتاي كيطيب مليح في الجمر، وهذه معروفه الصحراء معروفه بلاتاي. ويبقى الهدف هو الحفاظ على عادات وتقاليد الأجداد ودعم التكافل والتضامن بين أفراد عائلة العريس، كما هي فرصة للالتقاء بين أبناء العمومة وحتى الأصدقاء. سي لوكازيو يتلمدوا فيها لا فامي، ولاد العم ولاد الخالة ولاد العمة ولاد الحباب والصحاب، كاين لي فامي اللي ما يتشافوش بسنوات، هذه تما لا تخلينا دائما متماسكين. العادات والتقاليد تاعنا نديروا 3 ايام حمله تضامنيه نتعاونوا بيناتنا كي شغل تويزه، ومام طون نجيبوا معنا الصغار ثاني نفورموه العرس جايين، بالك هاد لا جينيراسيون تكبر ثاني هما يكونوا يقدموه قدام. ولا يكتمل رونق هذه النزهه الا برقصه هوبي عند قبيله ذوي منيع والتي يحضرها العريس. إذن مشاهدينا من عاصمة الثورة نحط الرحال بولاية البيض، فما إن تطأ قدميك أرضها حتى يشد انتباهك ما يسمى بالقربة أو الثلاجة المتنقلة، آلة يستعملها سكان المناطق النائية بهذه الولاية لتبريد الماء والمحافظة على عذوبته لفترات طويلة، ناهيك عن توظيف خصائصها في أمور أخرى. يكشف عنها الحاج خالدي مع مرسلنا من البيض نور الدين مهداوي. هذه هي القربة أو الثلاجة الطبيعية كما يحلو للبعض تسميتها، وعاء طبيعي يحافظ على عذوبة الماء وبرودته. احنا كان عندنا زمان من كنا صغار وكنا نعقلوا مع الكبار كان عندنا الحاسي في الدار، اليوم أنا عندي الحاسي في الدار. والقربة كانت حاجة سطابل، يعني القربة كانت عندها الحمارة 3 سلوكة وشادينها هي في الوسط وهي دائرة ونديروها وتشد البرود كاع 24 ساعة على 24 ساعة، والناس تشرب الماء الطبيعي. تحضير القربة عملية شاقة وممتعة في آن واحد، تبدأ بسلخ جلد المعز وتنتهي بتجفيفه ودبغه بمادة الملح. صنعة القربة كي نديروا لها برك نذبحوا المعزة ونسخوها، هذه برك نديروا لها كيما هاك، نديروا هنا الملح نملحوها بالملح نط ونربطوها منها هذاك نحزموها هنا وهنا وهنا ونعلقوها كيما هاك هنا، هذا باش نحزمو به هنا، هذا يقول نقولوا له الفم حنا. ولا تكتمل النكهة الطبيعية للمياه القربة إلا بإضافة مادة القطران المصنوع من شجر العرعار. يديروا فيها القطران، والقطران نكسلوها كيما نكسل هذه، هذه راح فيها قن احنا مازال ما خدمتهاش. تشوف القربة برك ولا لون هذا، هذا كل قن القطران. قطران برك هو الملح، من ندير منه الملح نحايده من القربة هذه من الجلد نخليها نخدمها كيما هذه، هذه خدمة القربة وتنفعنا في الصيف، ما نديرها لا في الفريجيدال لا في حتى حاجة. وبالرغم من أننا في عصر المبردات إلا أن الحنين إلى القربة يبقى مستمرا، كما قال أحدهم أميها بالقطران من جلد البياض ترويني وشكوة البن الممخوض عند السادات مقام. إذن مشاهدينا نعم القربة القربة والشكوى، القربة تاع الماء والشكوى هي اللي مخطو فيها الغريب باش يديروا البن والرايب، تحتفظ على الماء على برودة الماء خصوصا كما قال المؤسسة تاعنا بالقطران، يعني انتعاش طبيعي. نعم طبيعي نعم. إذن مشاهدينا الكرام نختم مجلتنا المحلية بتبسة، حيث تلعب المدارس القرآنية دورا كبيرا في ترسيخ المرجعية الدينية للناشئة منذ عقود من الزمن، لا سيما إن كان المحرك الفعال فيها هو العنصر النسوي. وخير صورة نجدها بمدرسة أنس بن مالك بتبسة التي يقصدها يوميا مئات النساء والطالبات ومن مختلف الأعمار لحفظ كتاب الله تحت إشراف معلمات وأستاذات متخصصات تفرغنا لهذا العمل الذي أتى بثماره رغم صعوبته. التقرير لمراسلنا من تبسة بالقاسم دريد.
تعرف مدينة تبسة إقبالا كبيرا للنساء والفتيات على حفظ القرآن الكريم بمدرسة أنس بن مالك إحدى ملحقات المسجد. نقرأ في مدرسة قرآنية أنس بن مالك متحصلة على معدل 18، ندرس في متوسط الرئيس محمد السعيد، حافظة 5 أحزاب بفضل المدرسة القرآنية أنس بن مالك، نقرأ فيها ملي كان عمري 10 سنوات. وتتميز طريقة تحفيظ القرآن وفق الأحكام وبإشراف أستاذات متخصصات بالمدرسة. عندنا التلاميذ ودرس في درس اليوم هو درس الإدغام، يعني إدغام المتماثل والمتقارب، يعني الحرفين المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين. هزيت غير درس المتماثل اللي هو يكون حرف متحرك مع حرف ساكن ويكونوا نفس الحرف، واعطينا أمثلة واعتمدنا على الخرائط الذهنية. أكثر شيء أنه الفهم، نشرح مليح في القسم ونعتمد المخططات، هذا للتسهيل الدراسة بالنسبة للبنات. معتمدين مناهج حديثة باش يتمكنوا البنات من أنهم يحبوا القرآن ونسهلوا عليهم الحفظ القرآن وحفظ في المدرسة أيضا، لأنهم عندهم التزامات أخرى. بالنسبة للتعليم تاع البنات والله هي سهل وصعيب في نفس الوقت، لأنه مسؤولية ورسالة، ونحافظوا عليهم، نحاول نحافظوا عليهم ونعطوهم مبادئ ونعطوهم شيء جديد، ونحاولوا نطلعوا على كل شيء جديد في الميدان هذا، خاصة بالنسبة للرسالة تاع المعلم يكون لازم يكون في مستوى ويكون في المسؤولية، ويعني يؤدي الرسالة كما يجب، وتجاوبوا البنات ما شاء الله والأمثلة. وحتى أنه عندنا واجبات كلفناهم أنهم هما كل واحدة تشرح درس تاع تجويد المرة الجاية إن شاء الله، هذاك اللي قريناهم، وتاخذ هي دور المعلمة. درست القرآن في المدرسة القرآنية أنس ابن مالك 4 سنوات، والآن أصبحت أدرس في المدرسة القرآنية أيضا عندي 4 سنوات وأدرس القرآن الكريم، والآن إن شاء الله العام هذا بإذن الله راح يختم علي طالبات في المدرسة القرآنية عندهم 10 سنوات هما يقروا في المدرسة القرآنية، وبديت معاهم والحمد لله راح يختم العام هذا بإذن الله. وقد كللت المبادرة التي استحسنها الجميع بتمكن العشرات من الطالبات من حفظ كتاب الله وفق الأحكام. حفظت القرآن الكريم في مسجد أنس بن مالك، ثم أخذت الإجازة بسند المتصل للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا الآن أدرس في عند الشيخ بذراع ختمة ثانية، إجازة ثانية إن شاء الله، وإن شاء الله في المستقبل يعني أدرس أو أختص في القراءات. وعن واقع المدرسة التي يقصدها يوميا المئات من النساء ومن مختلف الأعمار قال مدير المدرسة. طبعا المدرسة بحمد الله عز وجل هذا العام الضم ما يزيد على 1500 مريد طالب، حوالي 500 تلميذ تحضيري، عندنا القسم ما يقروا أسبوعين يوميا عفوا، عندنا الأقسام النظامية وهم الأولاد والبنات اللي كملوا الدراسة المتوسط أو الثانوي يدرسوا عندنا طيلة الأسبوع من الحد إلى يوم الخميس، وعندنا يوم السبت مخصص للنساء العاملات والطالبات الجامعيات اللي يتجاوز عددهم 600 طالبة، وعندنا أيضا المتمدرسين وهم الأطفال اللي يدرسوا في الابتدائي والثانوي والمتوسط يدرسوا صباحا يوم السبت. الإشكال الوحيد اللي مطروح في المدرسة هو أن الهياكل أصبحت لا تتحمل هذا الإقبال. أدعو يعني المسؤولين، وإن كان سيد ولي الولاية منذ جاء إلى هذه الولاية يعني يهتم بالقرآن الكريم وبالمدارس القرآنية، لكن أدعو الخيرين أن يلتفتوا إلى مثل هذه المدارس، ورب يجزيهم كل خير. هكذا استطاعت مدرسة حديثة من ملحقات المسجد وبإمكانات متواضعة وبسيطة أن تكون مقصدا لأكثر من 1000 حافظة لكتاب الله، والعدد يتضاعف أثناء العطل بعيدا عن كل الأضواء والتحفيزات المادية. مشاهدينا نطوي أوراق مجلتنا المحلية لهذا الأسبوع، عودة إلى بلاتو الشروق مورنينغ وجهيدة ومحمد. شكرا لك نادية محرز على هذه الجولة في ربوع جزائرنا العميقة. مشاهدينا معكم إلى غاية الساعة 11 من المجلة المحلية، إلى الصحة والحياة مع حياة مقطوف، لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
مشاهدينا عودة من جديد إليكم، وصباح الخير لكل من استيقظ الآن ويتابع شروق مورنينغ عبر شاشة شروق نيوز. الموضوع الآن سيكون حول الصحة والحياة، والحديث حول الغازات لدى الأطفال الرضع، موضوع يهم الكثير من الأمهات. حياة جدد أمهات لأولادهم. صباح الخير. صباح الورد حياة. صباح الخير مشاهدينا، نرحبوا بداية بضيفنا ثم نجيبك نجوبك على سؤالك. نرحبوا بالدكتور وليد النووي، أخصائي في طب الأطفال، مرحبا بك معنا. بك الخير دكتور. صباح الخير. صباح الخير كل مشاهدي الحصار. إذن أسعد الله صباحكم مشاهدينا مرة أخرى. من التحق بنا الآن؟ موضوعنا اليوم محمد نعم عن ألم الغازات اللي يعانون منه الأطفال الرضع خاصة. احنا ركزنا على الأطفال الرضع لأنه في معاناة للطفل وأيضا للأم، ممكن يسبب له أيضا ما يقدرش يعني يتناول حليب الرضاعة، ما يرضعش جيدا، ما ينامش أيضا، يعني في إزعاج. ممكن احنا اليوم احنا نعطوا بعض التقنيات للأم كيفاش تتعامل مع الطفل، كيفاش تهدأ له هذا الألم، وكيفاش تنقص له أيضا وتساعد على خروج الغازات. لكل أمهات صفحة القناة على موقع فيسبوك وأيضا الأرقام الهاتفية ظاهرة أسفل الشاشة لطرح كل أسئلتكم وشغالتكم على الدكتور وليد نووي. ونحن في الخدمة طبعا. إذن بداية دكتور نووي، أكيد أنه ألم الغازات حيسبب بعض الأعراض، حن تحطوا عليها بداية حتى تعرف الأم أنه هذه الأعراض دلالة على وجود غازات تزعج طفلها. نعم. فضل. ألم الغازات هذا من الأعراض الشائعة عند الرضع خاصة في الشهور الأولى. لاحظوا أنه الطفل يبكي بطريقة مستمرة، ومن ذاك توصل ثلاث ساعات أربع ساعات في اليوم، وخاصة في الليل، وهذا راح يؤدي إلى شغل يكون مصدر هلع وخلع عند الآباء والأمهات. الطفل اللي يكون يبكي بشدة ما يحبش يرضع بزاف في المومون هذاك اللي يكون يبكي فيه، ونلقاو رجليه دائما طالعين هكا شغل شادهم مع البطن تاعو. هذوما الاعراض الاساسيه للغازات. وهذا الامر ماشي مره يحدث ولا يحدث، على الاقل يقول لك ثلاث اربع ساعات في اليوم، وعلى الاقل لمده ثلاث ايام في الاسبوع باش نشكوا باللي الطفل عنده غازات. طيب اكيد انه العديد من الاسباب ممكن تسبب هذه الغازات للطفل الرضيع، منها ممكن ابتلاع الهواء، هي احد الاسباب تشرح لنا الان. نعم. هو لازم كاين بعض الاطفال اللي يكون عندهم غازات والم الغازات من رضاعه طبيعيه، وبعض الاطفال يكون عندهم الرضاعه الاصطناعيه. فنبداو على الرضاعه الاصطناعيه، طريقه اعطاء لو بيبرون من ذاك الام تخلي يفوت الهواء في اللاتيتين، وهذاك بلع الهواء الزائد هذاك هو اللي يدير غازات للطفل. في الرضاعه الطبيعيه كيف كيف، اذا شافت الام باللي وليدها انه يبكي بزاف وكما قلنا لعده ساعات، لازم طريقه الارضاع تاعو لازم ترضعه بطريقه يكون واقف، ما يكونش راقد باش ما يبتلعش الهواء، لانه يسمح انه الحليب ثقيل والهواء يكون خفيف، يطلع الهواء من المعده تاعو والحليب يهبط بالطريقه هذه. نشوف انه اهميه كبيره لطريقه إرضاع الرضيع، وأيضا لاختيار قارورة اللي يقدم فيها الأم يقدم فيها حتى لاتيتين. نعم. لازم ما تكونش مفتوحة كبيرة بزاف القارورة، لابد أنه تكون باختيار حسب عمر الطفل. حسب عمر الطفل. نعم. وما تكونش مفتوحة بزاف، مش خليش يكون هو كبير يجوز عند 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 الطفل. طيب المرحلة العمرية اللي تكثر فيها الغازات عند الرضيع، لازم يعرفوا الأمهات أنه الغازات اللي نقولوا مغص الغازات ولا ليكوليك دي نوريسون تبدأ في الأسبوع الثاني من الولادة. نعم. وممكن تستمر حتى الشهر الثالث. قبل وبعد ما فيش عموما مغص الغازات ولا ليكوليك، ليك هذا هي المرحلة العمرية اللي يكون فيها بزاف ليكوليك. نعم. دكتور فيما يخص الأم اللي تقدم رضاعة طبيعية لطفلها، في بعض الشائعات تقول أنه في علاقة للأم بغذائها مع علاقته بالغازات عند الطفل، هل هذا نعم. صحيح أو لا؟ صحيح، ولكن يختلف من أم لأم. ممكن بعض الأمهات مثلا اللي تاخذ مشتقات الحليب دياورت ليبتي سويس مثلا يدير لها يدير ديكوليك. نعم. لأم واحدة أخرى نفس الغذاء ما يسببش ديكوليك للطفل. بعض الأمهات مثلا ياخذوا مثلا ولي منراجع هذا الشيء؟ لحد الان مش مفهوم ميكانيزم الغازات. نفس الغذاء ممكن يسبب لنفس الطفل الغازات وطفل واحد اخر ما يحبش. ممكن طريقه تفاعل الجهاز الهضمي. الجهاز الهضمي يعني لانه كل طفل كل طفل يقولون بعض الامراض يكون يتفاعل معها، وبعض الامراض شخص اخر تكون طريقه نفس الغذاء يقدر يدير الشخص انه يدير له غازات، نفس الغذاء ما يديرش غازات للطفل واحد الطفل واحد اخر. حاليا الدراسات راهي تقول كاين واحد الانزيم سموه لاكتاز تفكك سكر اللاكتوز اللي يكون سكر طبيعي في الحليب. نعم. هذه الانزيمات تكون ناقصه عند في الجهاز الهضمي
عدم اكتمال الجهاز الهضمي. فوالا لانه ماهوش ناضج كفايه جهاز الهضمي تاعو. تقول باللي هذه الفرضيه ولكن ماهيش صحيحه 100% لانه فيه بعض الامور اخرى تدخل. طيب دكتور، في بعض التقنيات ممكن تساعد بها الام رضيعها على اخراج الغازات، ممكن التدليك ايضا هو احد الطرق المهمه، تشرح لنا. نعم، من احسن الطرق اللي ما نقولوش نتفاداو الغازات لانه مستحيل نتفاداوها، ولكن نقصوا من معاناه الطفل ومعاناه الوالدين ثاني، ما يخليهمش يقضوا في الليل الغازات لمده 3 ساعات، وخاصه في الجزء الثاني من الليل. تو لي بارون كيكونوا يخدموا بين زوج يكون مصدر، ما يخليهمش يقضوا مصدر خوف من ذاك في الليل. لما نشوف رضيع عنده شهرين ولا يبكي لمده 2 ساعة 3 طريقة مستمرة يحذف مصدر على لي بارون وغزمو لي برومي 3 موا لا مامون ماتيرنيتي تكون رايف ماتيرنيتي غزمو. لكن من ذلك كاين بزاف الاباء يقعدوا صحابي الاباء هما اللي يجيبوا البيبي للعيادة، يقول لي ما خلاتش نرقد هو المضروري، يعني هو اللي يعني دونك في هذه المرحلة احسن طريقة اللي نقص بها الغازات هو تدليك البطن. طيب سامحني فقط نقاطعك، عندنا فيديو فقط لطريقه حتى نكون فيه سولاجمون، فيه ممكن تخفيف من يعطينا المخرج الغزات. الان ممكن فيديو فيه بعض الطرق. نقوم من السره ندور بعمليه دوران، يكون الطفل مقابل الام ودير دوران حسب عقارب الساعة، تبدأ من السرة وتوسع يدها حتى تدور على الكونو، ومن بعد دير حركية مزدوجة للرجلين، ومن بعد ناخذوا رجليه بين 2 ونحطهم على البطن تاعو. هذه الحركيه، هذا المساج هذا اللي ديروا لازم يكون من 10 دقائق لربع ساعه، واحسن وقت قبل النوم العشيه على 7-8، راح تعاونوا انه يطرح الغازات تاعو ويقدر ينام في الليل. نعم، نحوا له ملابس ساعه ونخلوه. ايه نحوا الملابس هذيك دميه. نعم، هل في بعض الاعشاب ممكن تقدمها الام يعني على يعني قبل النوم على الاقل تساعده ما تضروش لانه رضيعه ومازال الجهاز الهضمي ما اكتملش؟ الاعشاب تختلف اختلاف الثقافات. نعم، احنا عندنا يديروا زريعه البسباس، الكمون، الحلبه، ولكن علميا داروا دراسات في اوروبيه وامريكيه، لاحظوا انه زريعه البسباس وحدها هي اللي عندها اكثر نجاعه على الغاز، على يعني الغازات. فعاله في اخراج الغازات. ونصحوا بها انها الام تتناولها، وهذا راح يعاون الطفل في اخراج الغازات تاعو، يعطيه راحه. طيب متى يجب اللجوء الى الطبيب؟ ممكن في بعض الحالات تكون في تغير في براز الطفل، ممكن دم الى غير ذلك، بعض الحالات تتطلب انه يعني نقولوا هذا ماشي سبب الغازات، في امور اخرى لابد انه كاين بعض الامراض اخرى تعطينا نفس الاعراض تاع الغازات. نعم، اللي هي الريفلو غاسترو الرجيو، الطفل لما يرجع عنده ارجاع من المعده تاعو، هذاك الارجاع المستمر راح يدير التهابات في المريء، وهذاك الالتهاب يدير حرقه في المريء ويخليه يبكي بنفس الطريقه. ولكن هاد الاطفال عموما الاطفال ما يزيدوش مليح في الميزان، ما يكبروش مليح، نلقاهم البكاء تاعهم يكون جوست بعد الرضاعه ويستمر فوق 3 شهور. قلنا انه نعم، قبل 3 شهور عموما هذه الاعراض دائما نحطوها على انها سيدي كوليك، سي غازات الطفل. لما يستمر البكاء فوق ثلاث شهور وبطريقه حاده كما بنفس الطريقه، نشكو انه عنده التهاب في المريء. وفي بعض الحالات نادره جدا هذا البكاء هذا يعبر عن نوع من الالام تاع البطن، ويمكن حالات نادره جدا نوع من الابيليبسي اللي تقيس الطفل الصغير. هل ممكن نوع الحليب يأثر على الغازات؟ وكيفاش تختار الام اذا كانت اكيد مجبره، انه احنا نفضلوا اكيد الرضاعه الطبيعيه، ولكن اذا كانت مجبره على الرضاعه الاصطناعيه كيفاش تختار حليب؟ اكيد قلتيها، كاع الحليب الاصطناعي يدير غازات. حاليا بعض مصنعي الحليب الاصطناعي لجؤوا الى بعض التقنيات الكيميائيه لتقريبوا من الحليب الطبيعي، ولكن لاحظ انه مثلا يسموهم دي لي سبيسيالمون بور كوليك، لي سبيسيال الغازات هكا، ولكن مام هذا النوع من الحليب يختلف من طفل لطفل. ممكن طفل نعطيه له
ويتحسن يولي ما يبكيش يرقد مليح. طفل واحد اخر ما يدير له حتى شيء ما يغيرلوش من الحالات تاعو، لانه لحاليا الوقت الحالي السبب الاساسي للغازات غير معروف. حنا قلنا كاين هذا الانزيم لاحظوها، ما عندوش علاقه بالام استاذ، التغذية تاع الأم تلعب يعني ما عندوش علاقة مباشرة بالتغذية. كاين من الحليب الاصطناعي ويديروا غازات. حاليا الفكرة اللي لازم نوصلوها أنه عدم نضج الجهاز الهضمي للرضيع. دونك من بعض الاحيان يكون الحليب ثقيل عليه، راح يسبب له هذا غاز. احنا نقولوا في عاداتنا ممكن نساعدوا تجشؤ الطفل بعد الرضاعه، مهم جدا. اذا ما كانش يقوم بالتجشؤ ممكن يسبب له غازات. ما هي الطريقه الملائمه حتى تساعد، ممكن الطريقه اللي تساعد الطفل حتى الام تمارسها عليه؟ الطفل لما يرضع راح يبتلع كميه كبيره من الهواء، الحليب والهواء ثاني. هذاك الهواء اللي يبقى في المعده تاعو لازم بعد كل رضاعه لازم الام تشد وليدها، تكون بوزيسيون هكا فيرتيكال، يكون عمودي ما تقراش، تخليها هكاك على الاقل 15 دقائق باش يطلع الهواء كامل ويعاونه. بعض الاطفال عندهم صعوبه في التشجع في التقرا هذاك بعد الرضاعه، لكن اللي ما شافتش وليدها تقرا مباشره بعد الرضاعه تخليها على الاقل من 5 ل 10 دقائق هكا بطريقه واقفه عندها باش يقدر يطرح الزائد تاع الغازات اللي هبطت المعده. طيب ربما كاين سؤال حياه بعض الاطفال دكتور، سورتو مثل بدايه الولاده حتى 3 شهور يردوا الحليب، هل هذا الشيء عنده علاقه بالغازات؟ لا ما عندوش علاقه بالغازات، ولكن ممكن بعض الحالات من اسباب ثانيه اللي تخلي يكون الغازات. كاين امهات اللي ترضع وليدها كل ساعه كل ساعتين كل ساعه كل ساعتين، غريب كي دير له غريب كي تروح ترضعوا من رضاعه طبيعيه. هذا لو رابروشمون في كي يكون رضاعه ورا بعضها كل ساعه ساعتين ولا يؤدي الى لمن تنصحوا دكتور؟ هما يقولوا كل ساعتين. قبل ثلاث شهور نصحوا انه الرضاعه سواء طبيعيه ولا اصطناعيه كل ساعتين ونص ثلاثه، هذه لا موين تاع الرضاعه سواء الليل ولا في النهار، دير معدل تاع ساعتين ونص ثلاث ساعات بين الرضاعه ورضاعه، والكميه تاع الرضاعه كي تكون طبيعيه سيخليه الطفل وحده وحتى يشبع. والرضاعة الاصطناعية على حسب الميزان تاع الطفل، ما نشوفش برك لابوات من ذاك الامهات يشوفوا لي بوات يلقاو كميات كبيرة ما تناسبش حجم المعدة تاع الطفل، يعني في البيبان حجم المعدة يتبع نمو الطفل والوزن تاع. طيب نعم دكتور، فيما يخص بعض الاطفال يكونوا في مرحلة اللي بداوا يدخلوا لهم بعض الاغذية اللي تكون خفيفة وكان عندهم غازات، هل تنصح الوالدين في هذيك المرحلة يوقفوا الاغذية لانه حتزيد لهم ممكن أعراض أو لا؟ الغازات قلنا عموما هي ما بين الاسبوع الثاني والثالث من الولاده حتى لثلاث شهور. كاين بعض الامهات تغلط انه تدخل اغذيه جديده قبل ثلاث شهور، وهذا علميا غير منصوح، مضر للطفل. اي وقت راح يزيد انه تكون في ادخال؟ حاليا كاين منظمه عالميه للطب المعده والامعاء للاطفال ليسبكون هذه تقول بلي ممكن نبداو نغذي الطفل فوق من الاسبوع الثاني للشهر الخامس، ولكن منظمه الصحه العالميه تقول دائما من الاحسن نروحوا حتى ست شهور. باش نسهلوها لازم الطفل اذا حبينا نغذيوه لازم في نص الشهر الخامس، ماشي قبل نص الشهر الخامس، معناتها يدير ربع شهر ونص باش نقدروا ندخلوا له اغذيه جديده. ماشي قبل ربع شهور ونص. اصطناعيه ما تكونش طبيعيه محضره. ما نغذيوهش قبل ربع شهر ونصف. نعم عندنا سؤال من مشاهده تقول عندها بنتها رضيعه، كل ما ترضعها مثل تاعها يعني يجيها اسهال، ولما تعطي لها البيبرون يعني دارت لها الليغاز وما ترقد لهاش، شنو هو الحل؟ العمر ما قلتش، العمر ما ذكرتش كاين امر تكلمنا عليه المره اللي فاتت انه كاين نسموه الاسهال الغذاء شهرين و4 ايام. ايه طيب شهرين و4 ايام حتى لهذه الفتره هذه الطفل كيكون رضاعه طبيعيه عدد مرات التبرز تاعو والاخر
تتبع عدد مرات الرضاعة، يرضع 7 مرات يقدر يوسخ حتى 7 مرات في الرضاعة طبيعيا. إيه بالرضاعة طبيعية. لما تدخل الحليب تاع الباط تما راح يثقل على الحليب تاع الأم، راح يدير له إمساك وراح يدير له غاز. هنا ننصحوها أنها تكمل ترضع رضاعة طبيعية، لأنه راح تلاحظ لو كانت مالغري هكا يراوي عدد مرات البراز تاعو بعدد مرات الرضاعة، راح الطفل راح يزيد مليح في الميزان، راح يكون النمو تاعو نعم. احنا قلنا انه اذا كانت رضاعه طبيعيه وغازات احنا ما نتوقفوش، ولكن اذا كانت رضاعه اصطناعيه هل تنصحها تغير الحليب او عموما ممكن تكون رضاعه اصطناعيه والام ما تقدرش ترضع رضاعه طبيعيه ولا ما تحبش ترضع؟ كاين حاليا بعض المصنعين الحليب الاصطناعي عندهم بدائل خصيصا دي فورمول سبيسيالمون لي بور لي كوليك، وكاين عده ماركات متوفره في ولهنا نقول لها انها تستشير الطبيب باش يختار لها. طيب دكتور يقول انه حليب الماعز مفيد للاطفال خاصه انه اللي يكونوا يعانيوا من الغازات، وانا سمعت انه لابد انه يكون فقط خفيف. كاين ناس بزاف الفكره هذه شائعه كبيره وراهي مروج لها يقولوا فقط لابد انه تخففها فقط. طيب ما كانش منها هذه، لانه حليب الماعز تاع جائز لها يسمعوا بنا راح يفوروا عليك حياه اليوم. قولي كمون ماشي مليح، الحليب ماشي مليحه، حليب الماعز ماشي مليح، مشكل. حليب الماعز فيه بعض الفيتامينات والمعادن اللي يحتاجها الطفل ماهيش متوفره في 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 الغذاء غير كامل، وهذا موروث جاء من بعد الاستقلال. لما استقلينا كانت الناس حالتهم شويه، كان الفقر في الجزائر هذاك الوقت، كانت الناس ما ماهيش مقدورها تكون عندها كما نقولوا تعويض للحليب ولا كانت موروث، هذا من موروث قديم عندنا، ولكن ما عنده حتى فايده للطفل. بالعكس اللي يتناول الحليب تاع الماعز وحده راح يدير بعض نقص في الفيتامينات والمعادن في الجسم تاعو اللي ما تظهرش عليه ثم في الشهور الاولى، ولكن بعد 6 شهور 7 ولا راح تظهر عليه. نعم. في سؤال اخر، فيه مشاهد اخر يسال هل هناك ادويه لتخفيف من الغازات لدى الاطفال؟ والله عموما قلنا احسن طريقه هي التدليك، هي اللي ننصحوا بها، وان كان ولا بد ماشي في الشهر الاولاني ولا الشهر الثاني نقدر نستعمل كما نقولوا زريعه البسباس، وكاين بعض المستحضرات طبيه في لي فارماسي وكلها مستخلصه من زريعه البسباس والنباتات اللي تعاون على طرح الغازات، ولكن احسن طريقه هي التدليك لو انه ام تعرف تدلك وليدها ما تحتاجش تلجا لهذا. نعم. ايضا الماء الساخن يقولوا مفيد يهدأ الطفل اذا كان عنده مشكل في الليل، ماء ساخن ايه ماشي يشرب نقطة فقط الماء الساخن، حمام حمام ساخن وماء ساخن والقماطة دكتور عندها دور في ان تخلي يرقد الطفل بطريقة مليحة في الليل، تزير له بطنه. هل القماطة مليحة؟ دراسات الا قلت لنا القماطة ماشي مليحة القماطة داروا عليها دراسات علمية حاليا يقول لك القماطه تعاون مليح تمد راحه للطفل ويرقد مليح، لانه نعرفوا ان الطفل قبل 3 4 شهور ما يعرفش ذاته، ما يعرفش يديه، ما يعرفش يقدر يخبط روحه، يقدر يخبش روحه هذه القماطه الفائده اللي يستنتجوها من الدراسات انه يمد راحه للنوم للطفل، ولكن ماشي ضروريه. نعم. ما تخففش الم الغازات. بعض كيف بعض الحالات نقدروا نديروا سيرفيات ولا تكون دافيه بالماء دافي نحطوها على البطن راح يدير استرخاء في الامعاء تاع الطفل، ممكن يعطي له راحه ويساعده على النوم ايضا ويخفف. اذا نختم، احنا قدمنا اكيد العديد من النصائح، لكن بمختصر في نهايه كاين نقطتين. نعم تفضل. هنايا في البوس في الابهام تاع الطفل، هنايا في داخل الابهام هنا نقدر نديروا بعض الضغوطات على تضغط عليهم دي ماساج على مامو، هذا يعاون في الرجلين. نعم دكتور. كيفاش؟ حتى في الرجلين نقدروا نديروا لهم مساج. ولكن منصوح بها في الطب الصيني وداروا عليها دراسات ثبتوا انها ممكن تعاون على تهدئه الطفل في الابهام تاع الطفل، ممكن ندير له دي بتي ماساج ولا في الوقت اللي يكون راح يعاونه يستراح. انا كتشجع الطب البديل في علاج خفيف. نعم. علاش؟ لانه البرانسيب المبدا العام الطفل لما يكون صغير قبل من 3 شهور نحاولوا الاكثر ما نعطيولوش ادويه لانه ديجا الجهاز الهضمي تاعو ضعيف، الجهاز المناعي تاعو ضعيف، ما نحاولش نعطيلو ادويه. دونك كل ما هو ممكن هكا يجي من تدليك ولا يجيب نتيجه مليحه ممكن نعاونوه بها الطفل. اذا هذه اخر نصيحه تقدمها للسيده. كاين سؤال ايضا. نعم اكيد. حياه فيه مشاهد يقول انه عنده بنته صغيره في عمرها 2 شهر
في كل مره تبكي يعني محطوها كجهه تروح تبكي كي يرفدها تسكت وكي يحطها تبكي هل هو مشكله؟ هذه تكلمنا عليه نهار جيت ولا والفت من النوم النوم انه الطفل انه مثلا اليوم ناض على 11 اول مره مثلا في عمره اسبوع ولا ناض اليوم على 11 تاع الليل لو نروح نرفدو غدو على 11 لي راح ينوض في نفس الوقت باش نعاودو نرفدوه. هذه طريقه هما راحوا له ورفدوه. نسي دائما الطفل باش يرقد مليح اذا شفناه يبكي ولا نروح نشوفه برك اذا ما كانش حاجه اللي مقلقاته ولا كوش تاعو نظيفه ما كانش كيما نقولوا التغطيه تاعو كانت مليحه ولا نسي ما نرفدوش. هما الطريقه هذه هما ولفوه انه يعطي له راحه كي يرفدوه وراح يولي دائما بهذيك الطريقه يلقى راحته ونعكس شرطي اذا كان يعني غازات نومه على بطنه هل يساعد ايضا؟ ايه ما نصحوش هذا الامر اذا نوموه عندي في اليد تاعي ولكن ما نخليش الطفل قبل 3 شهور ربعه اي نوم على البطن تاعو لانه ما عندوش قدره انه يرفد راسه ويقدر يحدث له اختناق لان ايه راسه ثقيل عليه ما يقدرش يرفد راسه دونك ما نصحوش انه يرقدوه على البطن تاعو. طيب هل ممكن بعض الاغذيه اللي تكون تقدمها الام للرضيع في مرحله اللي يكون تؤدي الى الغازات او ما فيش علاقه؟ قبل 3 شهور ما كانش تغذيه غير الحليب. لا بعد 3 شهور اذا كانت الغازات قلنا في التغذيه تاعت في الفوق 4 شهور ونص باش نعرفوا الغذاء اللي يسبب غازات منه انه كي تدخل التغذيه لازم تدخل غذاء واحد في اليوم تراقب تاثير الغذاء على الطفل. مثلا اليوم دارت له مثلا امبيوري تاع مثلا تاع جزر ولا مثلا شافتها باللي كرشو مليحه مشات مليح تزيد له مثلا غدوه مثلا دخلوا مثلا القرعه ولا مثلا نقولوا اذا شفت باللي مثلا دخلناها وبدا الطفل يتنتفخ ويبكي ولا تفهم باللي لازم في التغذيه برك لازم ندخل غذاء واحد كل يوم باش تعرف تاثير الغذاء هذاك. هو غذاء واحد يقدر يختلف قلنا من شخص قدر بيبي يدير له ديكوليك النوتر يجوز عادي وما يدير له حتى بروبليم. نعم اذا نشكرك دكتور نوي على حضورك معنا. شكرا لمشاهدينا اللي تواصلوا معنا الفيسبوك. اليوم كانت الاتصالات غائبه للاسف. شكرا لكم وعلى تدخلاتكم المهمه جدا واسئلتكم. عفوا في اعداد مقبله ان شاء الله حياتنا الكلمه لابقاء نعم احنا نتمنى أن كل أمهات الجدد أنهم يتبعوا كل هذه النصائح لأنها مهمة في رعاية الطفل في النهاية وتقدر تكون هذا يعني ما نقوم به إحنا اليوم من إعلام وكأنه إحنا قدمنا لكم طبيب يعني. نعم في خدمة صحيح عمومية. نعم تفضل. الغازات هي مصدر إزعاج ولكن ماشي خطيرة على الطفل. نعم لي بارون بزاف يفهموا أنها في خطورة على الطفل لما يبكي يقول لك نفسي يحبس له يديه. اللي وجهه يحمر. من بعض الأعراض تاعها لازم نراسيوريهم لما نقول له يروح يستشير طبيب ويقول له بلي هذه الأعراض بلي تاع الغازات ما يبقاوش خايفين على الطفل وعلى حياته ولا مسكين ذاك يبقاو ستريسي لي بارون. دونك هي مصدر ازعاج ولكن ما فيش خطوره على ما نخافوش على الرضيع. شكرا لك دكتور. نقول فقط للمشاهدين اذا عندكم اي مواضيع تحبوا نخصصوا لها اعداد اي مشكل اي مرض تحبوا تقفوا عليه اكثر يؤرقكم تواصلوا معنا في مواقعنا تواصلوا معنا واحنا نحن في الخدمه اكيد. شكرا لكم. يعطيك الصحه حياتي. بقيه الفقرات شكرا جزيلا دكتور وليد. انا نلتقي بك الاسبوع المقبل مع موضوع جديد وضيف جديد. أما أنتم مشاهدينا الشروق مورنينج ويكاند متواصل معكم إلى غاية 11 صباحا. محطتنا متواصلة بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. وفي خبر عاجل أوردت الآن وزارة الدفاع الوطني في بيان لها أنه تم القضاء على 3 إرهابيين في كمين بغابة سيد علي بوناب بالقرب من قرية تدميت بولاية تيزي وزو والعملية التي انطلقت فجر هذا اليوم ولا تزال متواصلة إلى حد الآن أسفرت على القضاء على 3 إرهابيين من بينهم المدعو خضير الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2008 وأيضا إرهابي آخر مختص في صناعة المتفجرات. نعم إذا مشاهدينا وحسب هذا البيان لوزارة الدفاع تم استرجاع 3 رشاشات كلاشينكوف وكمية من الذخيرة ومعدات للتفجير. العملية لا تزال متواصلة والمزيد من المعلومات ستريدها وزارة الدفاع تباعا لتنشر على الشروق نيوز في شريط عواجلها. إذا مشاهدينا الكرام كان هذا الخبر العاجل الذي وردنا اللحظة نوافيكم بمستجداته في مواعيدنا الإخبارية اللاحقة. المورنينج ويكند معكم إلى غاية الساعة 11 فقرة دليل المستهلك لكن بعد الفاصل ابقوا معنا.
فقرة المستهلك لنهار اليوم مشاهدينا سنتحدث فيها عن حقوق المستهلك في معرفة السعر قبل اقتناء المنتوج، وللحديث أكثر حول هذا الموضوع نسعد باستضافة السيدة عاشور نجاح عضو بجمعية حماية المستهلك. صباح الخير سيدتي الكريمة. صباح الخير. صباح الخير عليكم. صباح الخير لكل المشاهدين. إذن من بين حقوق المستهلك ومن بين الحقوق الأساسية هي معرفة سعر المنتج، يعني الحمد لله هذه ثقافة بدأت تنتشر الآن مؤخرا في الجزائر، لكن ما زال في بعض المحلات لازم الجزائري يدخل ويسقسي البائع يقول له خويا شحال دير هذه. أكيد هي أول نقطة نعرفوها أنه من حق المستهلك أنه يعرف شنو هو السعر هذا المنتوج. النقطة اللي تكلمت عليها هي تعرف بوجوب الإشهار الإجباري للمنتوجات والسلع المقدمة لدى لما يجي المستهلك يشريها، يعني أنه من واجبات المهنية للتاجر بصفة عامة هو أنه لازم عليه أنه يوضع إشهار، يعني يشهر يعني السعر تاع هذا المنتوج، بحيث أنه ما يضطرش المستهلك أنه كل ما يدخل يسقسي. ولازم يكون هذا يعني بطريقه بسيطه، لازم يكون الاشهار هذا عن طريق يعني السلع والتعريفات بصوره واضحه ومقروءه، عن طريق التعليم، عن طريق النشر، عن طريق الوسم، عن طريق الاشهار، عن طريق واجهات المحلات، وبصفه مجزاه على كل منتوج، سواء كان منتوج يباع بطريقه يعني بالجمله ام منتوجات تباع عن طريق الكيل او عن طريق الوحدات او عن طريق الميزان لكل منتوج معين، بحيث انه احنا واردتنا يعني ما كانش مستهلك ولا ما كانش اي مواطن جزائري يعرف باللي كاين محل او اثنين، يعني وصادفاته انه يروح المحل يلقى باللي منتوج او منتوجات تتباع بطريقه يعني ما فيهاش شهر الاسعار، بحيث انه لما يروح لهذاك التاجر يقول له شحال دير هاد السلعه هذه، يقول له سعر، لما يروح يعني ممكن مستهلك اخر ممكن يشوف انه يشوف ممكن بين قوسين يقول لاباس به ولا مرفه ولا يدل على انه عنده ممكن درهم، ممكن انه يزيد له في السعر، يعني وهذه الشكاوى احنا راه تجينا يوميا بالرغم من انه من واجبات يقابلوا الزبائن، ولكن يعني بالرغم انه هذا الواجب المهني راه يطبق عليه عقوبات جزائيه، بحيث انه ممكن هذا التاجر ممكن انه تفرض عليه غرامه جزائيه من 5000 دينار الى 100000 دينار كعقوبه. احنا دون الخوض في هذا الموضوع، لانه في الحقيقه احنا جزائريين ونقولوا انه احنا في سوق، في فوضى في السوق الجزائريه، الاسعار عمرها ما كانت موحده في الجزائر، وعمرها رقابة ما قامت بدورها في هذا الشيء. طيب انتم كجمعية حماية المستهلك، ما هو حق المستهلك؟ أنا اليوم حبيت بضاعة بسلعة معينة، لما يشوفني ربما يرفع أو يخفض السلعة، ما الذي يترتب علي أنا ما هو حقي كمستهلكة؟ هل أني نجبر البائع أنه يبيعها لي بسلعة بثمن معين وهنا ماشي من حقي لأنه هو المالك الأساسي؟ كيف نتعامل مع هذه الفوضى؟ أولا أني نمتنع، أولا أنا كمستهلك نروح نشوف باللي تاجر معين يبيع عن طريق يعني بطريقة مذبذبة، لما نشوف تاجر يعني كنقول تاجر نظامي، ماشي تاجر في السوق الفوضوية ومن بعد نقول نقعد نازل في السعر، تاجر نظامي. لا في السوق ما حش تقولي له حط البري تاع المنتج تاعك، ورغم كاين ذلك اللي يحط يعني يدير البري باش ما تكسريلوش راسه وما تسقسيهاش. من حق المستهلك انه ينبه للتاجر يقول له علاش ما حطيتش السعر، بحيث انه لما يكون مستهلك اول وثاني وعاشر و100 و1000، لما كل واحد ينازل في السعر ويسق ويوجب ويسال ويطلب من التاجر انه لازم عليه انه يحط السعر، اكيد انه المتاجر هذاك راح يتراجع عن السلوك ديالو غير القانوني، بحيث انه يوضح هذاك السعر. نقطه ثانيه، انا اذا شفت ان هذا التاجر يعني نبهته مره واثنين وثلاثه ولكنه لم يعني ما حبش يبدل السلوك تاعو، انا بكل بساطه اني ما نتعاملش معاه. طيب النقطه الثالثه، لكن هو بكلي عنده السلعه هذيك اكزاكتلي، اذا كان المنتوج مهم ولا حبيت تشري انفاست ولا وهذاك المحل برك هو اللي جايب هذوك لي انفاست، واش راح دير هي؟ من حقي اني انا ما نشريش. ثانيا، اذا كنت شفت انا بلي انا لازم نشري هذيك السلعه وما قدرتش اني نغير من سلوكه، من حقي اني نشتكي للسلطات المختصه، ونشتكي لجمعيه حمايه المستهلك، مديريه التجاره. هنا نروحوا نتصلوا بمديريه الولائيه للتجاره اللي يعني عندها سلطه انها الرقابه، بحيث انها تقدر تبعث الاعوان الرقابه وقمع الغش لهذاك التاجر، بحيث انها توقع عليه الغرامه، بحيث انها تصنع هذاك يعني تحرر هذاك نقولوا المحضر يعني للمخالفه. اذا كان هذاك التاجر راح توجه لهذيك مدير التجاره وما كانش هناك تسويه، اكيد ان الملف راح يروح للمحكمه المختصه بحيث انه توقع عليه غرامات ماليه تكون بين يعني الى حد ما تكون رادعه، بحيث انه ما يواصل
يوصلش القيام بهذا الفعل. هذا هنا يكون سلوك المستهلك الواعي، سلوك المستهلك اللي يعرف حقه، يعرف شنو هي الاجراءات، انه ينازل في هذاك السعر، انه يطلب من التاجر. اذا شاف لي هذاك التاجر ما حبش يقوم بال يعني بالسلوك نتاعو القانوني، هنا يتصل بنا وحنا نقوم بالاجراءات. في الختام عشر نجاح، هذا حق المستهلك، لكن ما هو واجب البائع؟ واش تقولي للبائع؟ والله الواجب القانوني والقضاء يعني القانوني راه واضح بالنسبه لكل تجار، اكيد انهم يعرفوا انه عليهم عقوبات ماليه، غرامات ماليه، انها ممكن انها تمس حتى صحيفه السوابق القضائيه ديالهم في حاله انهم ما احترموش هذا البند. وهناك يعني نقاط كان بودي اني نتكلم عليها، يعني على يعني تحيين السعر من حيث العربون، يعني ممكن ان نتكلموا عليها في مواعيد لاحقه ان شاء الله. نعم ان شاء الله. شكرا جزيلا الاستاذه عاشور نجاح، عضو بجمعيه حمايه المستهلك، كنت معنا للحديث حول حقوق المستهلك في معرفة أسعار المنتوجات قبل الشراء. أما أنتم مشاهدين الشروق مورنينغ ويكند متواصل معكم بعد قليل. القضية الثقافية الحديث فيها سيكون حول واقع الترجمة في الجزائر مع السيدة إنعام بيوض مديرة المعهد العالي للترجمة بعد قليل. مشاهدينا الكرام أهلا بكم من جديد، وصباح الخير لكل من التحق بنا اللحظة. القضية الثقافية في ختام كل يوم مورنينغ نفتح فيها النقاش حول قضية ثقافية معينة. اليوم نسعد باستضافة مديرة المعهد العالي للترجمة بالجزائر السيدة إنعام بيوض. أهلا بك وشكرا لحضورك معنا اليوم، شاعرة والكاتبة ورسامة ومديرة المعهد، شكرا لحضورك معنا اليوم. شكرا على الدعوة. العفو، هذا واجبنا. طيب بداية، عندما نتحدث عن المعهد العالي للترجمة لا يمكن أبدا أن نتناسى مستوى المعهد العالي للترجمة الرفيع. العديد من خريجي كلية الآداب والعديد من خريجي كليات ترجمة في البلاد يلتحقون بالمعهد. ما سر هذا المستوى للمعهد الترجمة سواء كان الكفاءات أو الخبرات؟ السر هو في عدم استنساخ سيناريوهات الرداء. هذه كانت أول فكرة في إنشاء المعهد، وأننا نود مع الإمكانيات الضئيلة التي بدأنا بها، ولكن الأساس الذي بدأنا به هو أن نبقي على مستوى علمي أكاديمي يضاهي أو يجاري أو حتى يستطيع أن ينافس في مرحلة أخرى المستويات العالمية. هذا هو كان شعارنا، وهذا هو الذي كان هدفنا، وبالتالي التركيز كان بالضرورة على وضع مقررات التدريس، واستعنا بخبراء من دول العالم أجمع، يعني وكوننا لجنة لتحضير المقررات، وهذه المقررات كانت أيضا قابلة للتطوير على حسب المستجدات الحالية. يعني نحن أول معهد مثلا اهتم بالترجمة الآلية بالخطوة نحو القرن 21، لأننا يعني هذه حتمية والتاريخ سوف يثبت ذلك، أننا لا نستطيع أن نحل مشاكل الترجمة إذا لم نحاول أن نتمكن من ناصية التكنولوجيات التي تتيح الترجمة الآلية أو حتى في وقت يعني أبكر الترجمة بمساعدة الحاسوب. ولهذا لدينا تخصص، فتحنا تخصصا جديدا، وهو التخصص أعتقد أنه كان الوحيد من نوعه في العالم العربي، وهو تخصص تكنولوجيا الترجمة. نعم سيدة إنعام بيوض، المعهد اليوم عمره 10 سنوات، كيف تقيمين تجربة هذا المعهد؟ وهل ربما استطعتم الوصول إلى الأهداف التي كانت مسطرة لدى إنشاء المعهد؟ صحيح أننا خلال هذه 10 سنوات كنا منغمسين في العمل بشكل لم نتمكن فيه من تقييم التجربة، ولكن الآن بعد نظرة إلى الوراء نشعر بأننا فعلا قمنا بأشياء كثيرة. هذا ليس لكي نرمي الورود على أنفسنا كما يقولون، ولكن بالفعل من خلال المثابرة يعني استطعنا أن نحقق مثلا أن تخرج أكثر من 250-300 طالب، يعني خريج ماستر، وأن تصبح شهادة معترف بها، وأن يصبح لنا مكانة في العالم يعني يعتز بها أو حتى يشار إليها بالمنع على الصعيد العالمي، أن نستطيع أن نكون شراكات مع جامعات عريقة في العالم. يعني هذا كله من الإنجازات، وحتى إطلاق المشاريع، أطلقنا عدة مشاريع، طبعا هي مشاريع هي قيد الآن البحث وقيد البحث دراسة عن من يهتم بأمر الترجمة، ولكنها مشاريع قابلة للتحقيق ومشاريع ربما تؤتي أكلها على مدى قريب فعلا.
طيب عندما نتحدث عن الشهادات لخريجين معهد العالي للترجمة، قلتم أن كان من بين أهدافنا أن يكون شهادة معترف بها، هل حققتم هذا الهدف؟ طبعاً أي طبعاً، هذا طبعا بفضل جهود وزارة التعليم العالي، يعني يعطيهم صحة نقول هنا، وأيضا وزارة الخارجية التي ساعدتنا في هذا المجال، لأنه لا يعقل أن يكون معهد تطلبه الجزائر وكان هذا مشكل ومقره بالنسبة للطلبة الجزائر وله هذا المستوى العلمي، يعني خاصة أن لا يتم الاعتراف بالشهادة، ولكن الأمور انحلت الحمد لله والشهادة معترف بها. وقد فتحنا أيضا بعد يعني عمل دام سنتين مع الجامعة العربية، ومع فتحنا قسما للدكتوراه، والآن ابتدأ أول دفعة من الدكتوراه في الترجمة في كافة تخصصات الترجمة، ولدينا 23 طالبا الآن الحمد لله. يعني هم جزائريين؟ أغلبهم جزائريين، يعني عندنا فلسطيني وعراقية ويعني الحمد لله، يعني كل هذه الأعمال. لكن لو نعود إلى واقع الترجمة في الجزائر أو في الدول العربية سيدة إنعام بيوض، نجد بأننا بعيدين كل البعد عما يجري في البلدان الأخرى من ترجمة الكتب والمواضيع والأبحاث. لو فقط أوافق كلام زميلي، في الوطن العربي حسب إحصائيات 500 كتاب سنوي مترجم، وهو نسبة ثقيلة إن صدقت هذا النسبة، نسبة ضئيلة جداً ونسبة يعني مخيفة نعم. بالنسبة لي، ولكن طبعاً إحنا وضعنا بالنسبة للترجمة أننا لا نهتم بهذا الجانب الثقافي، لم نهتم به كما اهتم به أسلافنا في القرن الرابع، يعني في العصر العباسي. في القرن الرابع المجتمع المدني كان مهتم بالترجمة، المجتمع المدني كانوا يتنافسون، الأسرة تتنافس لكي تترجم، يعني كل أسرة ماذا ترجم. الآن يعني على الصعيد العربي هم يتكلمون عن الترجمة ويقولون والإحصائيات وينشرونها في الملتقيات، ولكن ما هي الخطوة العملية؟ لأن الترجمة يجب أن نعرف جيدا هي عمل مكلف، أولا مكلف، يحتاج إلى متخصصين، وثالثا يحتاج إلى خطة مستقبلية، أن تكون لك لماذا تترجم، لمن تترجم، وما هي أهداف الترجمة. يعني أولا نحن حتى في خطتنا اللسانية ليس لنا وضوح، لا نعرف أي لغة نستعمل، يعني هذا هي المشكلة. الجامعات تدرس، بعض الجامعات تدرس بالإنجليزية والأخرى تدرس بالفرنسية، والجامعات تدرس بأي لغة. إذن سياستنا اللغوية غير واضحة، هل نحن ننتمي إلى هذه اللغة؟ هل هذه اللغة هي مجرد كلمة موجودة في الدساتير وليس لها تطبيق عملي؟ هل نؤمن فعلا بأن هذه اللغة التي هي لغة كأي اللغات، يعني أن نخرجها من الإطار الديني ومن الإطار القدسي، هل بإمكانها أن تكون لغة عمل؟ هذا أمر في منتهى الأهمية، وأنا في اعتقادي أنه بالإمكان أن تكون هذه اللغة التي عاشت 20 قرنا ولا زالت تزال تحتفظ ببنيتها الأصلية وبقدرتها على التطور، لأنها قادرة على التطور، حيوية. إذن الاعتراف أو الإقرار بأن نقف على أن نجلس على كرسي ولا نجلس على أن نرقص على رجل، ولا يعني هذه أن نقف على بر، أن نأتي إلى بر ونقف عليه، هذا في منتهى الأهمية، وهذا سيوضح الكثير من الأمور في السياسات الأخرى. لأنك عندما تترجم، نحن الآن نرى أن الأطفال أو الشباب أو اليافعين ليس لديهم ما يقرؤون، اذهبوا إلى المكاتب وانظر، إذا كان لديك طفل عنده من 12 سنة إلى 13 سنة ابحث لي عن كتاب يعني. إذا لم يكن كتابا في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية فلن تجد كتابا يستحق القراءة باللغة العربية. هذه مشكلة حقيقية، ليست فقط الترجمة العلمية والتكنولوجية، ولكن ترجمة الثقافة العلمية، ترجمة الأدب، ترجمة الحضارة، التعرف على الآخر. لأنك عندما تترجم ماذا تترجم؟ شيئا للآخر، عندما تترجمه فأنت تتعرف على الآخر وتتعرف على نفسك، يعني هذا شيء مهم جدا، نتعرف على أنفسنا من خلال الترجمة ونعرف أين موقعنا من الخريطة الثقافية والخريطة الحضارية العالمية، وهذا شيء في منتهى الأهمية ولم نهتم. نحن أدرجنا مشاريع كثيرة، وخاصة مشروع للترجمة للناشئة، وهذا مشروع أعتقد أنه في منتهى الأهمية، لأننا أولا المشروع سيكون ترجمة لكتب من كل اللغات إلى اللغة العربية، وخاصة الكتب التي تترجم من الفرنسية والإنجليزية إلى العربية سوف تكون على شكل كتب مزدوجة اللغة. هذا أولا يفيد في، خاصة عندما تكون مترجمة بلغة جيدة وسليمة، والكتاب مطبوع بإخراج جيد يحترم القارئ ويحترم الطفل، يعني سوف تكون مختارة بعناية أيضا على حسب اهتماماتنا وعلى حسب ما نريد أن نلقنه لأطفالنا من قيم. هذه الكتب سوف تساعد على تعزيز تعلم اللغة الأم، اللغة العربية التي هي لغة التعليم الآن إلى إشعار آخر، لست أدري، ولكن وأيضا سوف تعزز إتقان اللغات الأجنبية،
وسوف تعطي للطفل الذي يبدأ ويأخذ كتابا وفي في هذا السياق في حرفين حرف عربي وحرف لاتيني في هذا السياق سوف يعرف بأن هناك آخر موجود وهذا شيء له لغة أخرى وثقافة أخرى ويتعرف عليها. طيب في هذا السياق مؤخرا إصلاحات وزارة التربية من خلال وزير التربية نورية بن غبريط تتحدث عن إصلاحات كبيرة في المناهج المدرسية منها إدراج لغات جديدة في منظومة المدرسة منهج المدرسي الألمانية الإيطالية وحتى الروسية. اليوم نتحدث اليوم عن لغة عربية اللي هي اللغة الأم وغير يعني التلاميذ والطلبة لا يتقنونها بلغة جيدة. عندما ندرج لغات أخرى هل هذا يهدد اللغة العربية أم أنه إضافة للطالب أو لفراء الطالب أو للمدرسة الجزائرية؟ إدراج أي لغة لا يؤثر على اللغة أي لغة، بالعكس كلما أدرجنا لغات كلما فتحنا. ولكن هل هذه هي الأولوية؟ الآن في رأيي أن الأولوية هي التركيز على تعليم هذه اللغة، على كيفية تعليمية ديدكتيك أن تعليمية هذه اللغة. يعني أنا يعني اقترح ان اللغه العربيه ليست لغه سهله للتعلم، يعني هذا معروف، ولانها لغه مع انها لغه شكليه ولغه منتظمه ولغه يعني مدروسه جيدا ولها بنيه محدده، ولكن يجب ان نخلق مستويات لتعليم اللغه العربيه، لاننا لا نستطيع ان نعطي صغير مثلا الجمل التي لا من الاعراب، يعني مسائل تجريدية وتصورية ربما التبسيط اللغة العربية للناشئة. التبسيط ليس لا يعني الإقصاء، هذا شيء مهم جدا أن نبسط ونخلق مستويات تعليمية. يعني الطفل في السنوات الأولى من المراحل الابتدائية يتعلم مستوى معين ولديه رصيد معجمي معين يجب أن يحفظه ويتقن هذه اللغة إتقانا جيدا، ثم ينتقل في مستوى آخر إلى أن ينتقل إلى الجامعة وحتى إلى دراسات عليا ويدخل في غياهب اللغة وفي كل الأشياء التي يود أن. ولكن مثلا هل علي أن أدرج المثنى لطفل في 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 في, في السنة الأولى ابتدائية يبدأ في وفي لغته المحكية لا يوجد ذكر للمثنى ولا في أي لهجة عربية من المحيط إلى الخليج كلها محت المثنى، هل هذا ضرورة؟ وكل اللغويين يخطئون في المثنى في الإعراب وفي النحو وفي وأنا منهم بالفعل. نعم يعني هذا هو الفكرة، فكرة خلق مستويات تعليمية، ومع كل مستوى تعليمي ننتقل إلى مرحلة أخرى من التوسع وننتقل إلى مرحلة أخرى من توسيع المعجم، وأيضا إدراج اللهجة المحكية، لأن اللغة ليست لسانا فقط، اللغة كلام، إذا يجب أن ندخل فيها ما نتكلمه. أنا كنت مع طلبة الترجمة عندما يترجمون كلمة أستوس مثلا أقول لهم عفسة، لماذا لا نقول عفسة؟ ما هي، ما هو ضررها، ما هو عيبها هذه الكلمة؟ فيها عين وفاء وساء وتاء مربوطة، إذا ونستعملها. إذا إدراج وأعطاء اللغة هذه الحركية يعني، ودون الدخول طبعا في تعليم في غياهب تعليم اللهجات المحكية وكذا والدارجة، أنا أعتقد أن هذا غير مفيد حاليا. نعم جميل. بالعودة إلى موضوع الترجمة سيدة إنعام بيوض، مؤخرا أنت يعني كان هناك جدل كبير حول ترجمة أعمال جزائرية إلى اللغة العبرية، كيف ما هي الزاوية التي تنظرين أنت إليها من هذا أنا الموضوع؟ أنا أعتقد أن هناك نوع من النفاق إزاء هذا الموضوع، نوع من المزايدات الوطنية الغير، لأننا يعني نحن نعرف من ثقافتنا ومن ديننا ومن قيمنا أنه يجب أن تعرف عدوك. نعم يعني هذا هو أهم شيء. إذا ولماذا أقيم حظرا أو منعا لترجمة أعمال من العبرية للعربية؟ بالعكس، أو من العربية من تعلم لغة قوم أمن شرهم، هذه يعني الترجمة من العربية للعبرية هذه مسألتهم لا تهمنا، هم يترجمون كل شيء عنا، كل ما يصدر يترجمونه، ولكننا نحن لا نترجم شيئا، لا نترجم شيئا، ونقف موقف الوطني وكأنه موقف وطني وهو موقف متخاذل في الواقع وليس موقفا وطنيا، لأننا يجب أن نعرفهم، نعرف كيف يفكرون، نترجم أدبهم، نترجم علمهم، نترجم أشياء كثيرة، تفكيرهم يعني لا ترينه تطبيعا سياسيا؟ لا ليس بالإطلاق، على الإطلاق بالعكس، هو معرفة الآخر، هو معرفة الآخر، وخاصة أن هذا الآخر اغتصب أرضا واغتصب ويعني وهو سبب ويشن حرب، يعني ويشن حربا يومية يعني. وكل يوم نسمع، وأعتقد أن الأحداث الأخيرة قد غطت على الكثير مما يحدث في الأراضي المحتلة وهذا شيء. طيب في آخر سؤالي ربما ضيق الوقت سيدة إنعام بيوض، رؤية غاية غدا السمان عمرها اليوم 80 سنة عندها أكثر من 89 عمل ترجم معظمها لكل اللغات ومنها حتى العبرية، كتبت قبل أسبوع مقالا في القدس العربي عنوانه خائن أحبه، وتقصد
تعتقد أن المترجم هو خائن لكنها تحبه. قالت كمترجمة أتعاطف بلا مدى مع المترجم وبالذات صاحب الضمير الذي أفيونه حب الترجمة، وكل ترجمة مخلصة هي محاولة لإعادة خلق الكتاب بإبداع وبلغة أخرى وليست فقط نقلا من لغة إلى أخرى، وإبداع المترجم يوازي إبداع المؤلف إن لم يفق، لأنه إرادي ولا يتدفق كنهر جنون بل بخطى مدروسة تشبه مسيرة بين الألغام. والله فعلا هذا تلخيص رائع لعمل خاصة المترجم الأدبي، يعني فعلا تلخيص رائع، لأنه يجب أن تحس العمل وأن تشعر به وأن تتخيله في لغة أخرى وكأنه شخص آخر، وفعلا يتحول من نص إلى نص آخر وهو عبارة عن إبداع وإعادة ابتكار، وخاصة عندما يكون المترجم متمكنا من منصات اللغتين ومتمكنا من دقائقهم، وهذا عمل في منتهى المتعة. أنا فعلا أنت استمتع بترجمة الأدب وترجمة الشعر يعني كإعلاميين كثيرة. سيدة إنعام بيوض نحن استمتعنا كثيرا نعم. بحضورك ودائما نحاول كإعلاميين جدد أن نتمسك بنصية اللغة العربية لنقدم الخبر للمشاهد في أكثر طريقة بلغة سليمة تحترم عقل المشاهد. المشاهد نشكر كثير سيدة إنعام بيوض، شكرا لكم على الدعوة، شكرا على المحاد علي لترجمة، نتمنى استضافتك في مناسبات أخرى.